بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيه خاصه لكواليس بعثه فريق النادي الاهلي في تونس. اللقاء المرتقب بين الاهلي والترجي يوم السبت القادم، كل الدعوات وكل الامنيات للنادي الاهلي بالتوفيق في مباراه الذهاب. خلونا نتفق مع بعض في البدايه، المباراه الاولى بين الاهلي والترجي في ذهاب دور نصف النهائي في دوري بطوله ابطال افريقيا هتكون مباراة صعبة جدا، مباراة خارج التوقعات. خارج التوقعات ليه؟ النهاردة لما نتكلم على نادي الترجي، نادي الترجي هو بطل دوري بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة 2018 و2019. النادي الأهلي أيضا بطل دوري أبطال أفريقيا في 2020. علشان كده دايما المواجهات بين الأهلي والأندية التونسية وعلى الأخص نادي الترجي التونسي اللي بيحمل تاريخ كبير بتكون مواجهات صعبة. خلينا نبتدي حلقتنا النهاردة وتليفون مهم مع المعلق التونسي الأشهر اللي دايما كلنا بنستمتع به في الوطن العربي، الكابتن عصام الشوالي. تحياتي ليك يا كابتن عصام، وبنرحب بيك على قناة الأهلي. تحية ليك كابتن أسامة، وأهلا بيك أحد فرسان الجيل الذهبي، جيل البطولات المتكررة المتعددة على الصعيد الأفريقي مع الفريق الأحمر. كابتن عصام الشوالي، شايف ازاي مباراة الاهلي والترجي؟ ديربي شمال افريقيا، دائما وابدا مباراة الاهلي والترجي بيكون فيها ندية وبتكون خارج التوقعات. وما فماش واحد احسن منك قدم هذا الكلاسيكو في هذه الكلمات بالحق، لانه هو ديربي وكلاسيكو خارج التوقعات. اللي يفتي ويعطيني نتيجة ومن يفوز في اهلي او ترجي بين ظفرين ما يعرفش كوره. وانت كابتن عارف اللي الاهلي والترجي بالحق خارج التوقعات. نتائج الثلاثه ممكنه في رادس، والنتائج الثلاثه ممكنه في استاد السلام. الفريقين يعرفوا بعضهم كتاب مفتوح. موسيماني مذاكر الترجي، معين عارف النادي الاهلي. تبقى عند الساعه الخامسه بتوقيت تونس، السته بتوقيت القاهره، الاسباب اللي باش يكتبها ربي سبحانه للفرقه اللي باش تفوز، من توفيق، من فورمه لاعبين، من لاعب يصنع الفارق. الترجي والاهلي 21 مره يلعبوا في الكؤوس الافريقيه، اكثر مباراه تكررت في تاريخ البطولات الافريقيه هي الترجي والاهلي. الترجي تاهل سنوات 90 و2010 وفينال 2018 كان ترجي، والاهلي كان في 2001 سيمي فاينل هدف سيد عبد الحفيظ، و2012 فينال رادس، و2017 انا سميتها تاريخيا مباراه علي معلول. وبالتالي تشوف قمه التوازن، قمه التكافى في الفرقتين اللي في العشريه الاخيره، خمسه مرات في الفاينل وثلاثه بطولات في جراب كل فريق. وبالتالي هي المباراه الامثل الان والاقوى في القاره الافريقيه اللي ممكن تحصل في سيمي فاينل شامبيونز ليج هي الترجي النادي الاهلي. وانا بتفق معاك، دايما مباراه الاهلي والترجي خارج التوقعات بتكون هي الاقوى. كابتن عصام الشوالي، مصر وتونس دائما اشقاء، علاقه الاهلي والترجي دائما اشقاء. شايف ازاي الاستاذ حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي في استقبال النادي الاهلي وايضا الكابتن محمود الخطيب في مطار قرطاج؟ اللقطه معبرة جدا على عمق وتجذر العلاقات التونسية المصرية اللي مثلها في هكذا مباراة الترجي والأهلي، ويعطيك الجمهور باش يفهم أنه مباراة هي مباراة كرة قدم، وباش نلتقيه عشرات المرات الأخرى إن شاء الله الترجي والأهلي والأندية التونسية والأندية المصرية والرياضة المصرية والرياضة التونسية. واحنا كنا شفنا نهائي افريقيا في الطائرة من شهر ترجي زمالك، نهائي افريقيا في السلة كان زمالك الاتحاد المنستيري، اليد ايضا بعد شهر النجم الساحلي وزمالك. تقريب احنا الاقوى رياضيا في القارة السمراء، وخليني بعيد على الدبلوماسية، نحن الاقوى رياضيا في افريقيا مصر وتونس. وبالتالي اعتقد انه مباراة كرة القدم ديما تعطي دروس، واحنا شفنا الدرس في اليورو لقصة إريكسان. ترجي التونسي مدرسة كبيرة، جمعية عريقة تأسست عام 19، النادي الأهلي نادي مبادئ. طبيعي جدا أنه بقيمة حمدي المد برئيس الترجي الرياضي يستضيف فريق بحجم النادي الأهلي، والأكيد أنه الأهلي باش يرد بالتحية وما أحسن منها بعد أسبوع إن شاء الله في مطار القاهرة وفي القاهرة بصفة عامة، وهذا هو الأهم. هذا الدرس
للجمهور خاصة بين قوسين المتعصب أن الكرة راي أكبر من 90 دقيقة وأكبر. وعلاقات الترجي على فكرة والنادي الأهلي علاقات كبيرة برشا. صحيح ممكن توترت في نهاية 2018 في ظروف معينة، لكن بسرعة ترجعت تلمت لأنه العلاقة متينة بين الجمعيتين. أكيد مليون في المية ستظل العلاقة بين الأهلي والترجي على أفضل حال. كابتن عصام الشوالي لو كان معلقا لمباراة الأهلي والترجي يوم السبت القادم، ماذا سيقول عن الأهلي والترجي في هذا اللقاء المرتقب؟ سأقول عنوان رئيسي أنا اخترته، حتى عنوان في مقالة ستنزل اليوم بالليل. لو كنت معلقا يا كابتن عصام، لو كنت معلقا سأختار هذه. هيا المباراة تدور بين من أدمن حب الانتصار وثقافة البطولات، لأن الترجي والأهلي تتويجاتهم بالمئات بالعشرات في كل اختصاصات، موجودين في كل الرياضات. فبالتالي معناها هو اللقاء الذي يعبر عن الشامبيونز ليج في آخر السنوات حسب رأيي. وستكون أنا ممكن عنوان كمثير نادي القرن في ضيافة الدولة الترجية في ملعب إيراد. وده أفضل تعليق من الكابتن عصام الشوالي. مين الأوراق الرابحة من وجهة نظر الكابتن عصام الشوالي في نادي الترجي وأيضا في نادي الأهلي؟ لا يختلف عاقلان ومتابعان لكرة القدم، ترجي مرتهن يعني مرهون بفورمة البدري إن شاء الله يلعب، والهوني إن شاء الله يكونوا في يومهم، ووسط الميدان يلزم يفك وسط ميدان النادي الأهلي لأنه ستكون معركة كبيرة. الأهلي قوي برشا في الوسط، عنده ديانج والسولية وأفشا إذا يلعب تقريب في الطريق أنه يلعب، والترجي قابله برمضان وكولي وبنغيت. أم المعارك ومعركة الوسط باش تسهل برشا للفريق اللي باش يمسك الكرة أنه يمشي قدام. النادي الأهلي مفاتيح انتصاره واضحة ولعبه باش يكون عندك أفشا، خطورة الكرة الثانية يخوف برشا مجدي أفشا، الشحات في المساحات لأنه الماتش في رادس فما مساحات أكيد، لأنه الترجي تعرف كابتن يحب ينتصر، وشريف اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة صار من تينة المهاجمين القناصين والكبار في النادي الأهلي ويحدث الفارق. ثم نخاف أنا في النادي الأهلي من الكرة الثابتة خاصة بنون وياسر إبراهيم على الكرات الرأسية. بالنسبة للترجي أنا لو كنت معين الشعباني أعطي الكرة للنادي الأهلي والعبان على المرتدات ولو كانت المباراة في رادس، لأنه الأهلي باش يكون خطير في المساحات. تقريب أنا نحب الترجي يلعب سيناريو ماتش الزمالك، هو اللي يستنى ويحاول يستغل البدايات، لأنه النادي الأهلي كابتن تسطرني أو لا، ولكن أنت ممكن كأهلاوي وكفني ممكن هذه تقول نعم أم لا تشطرني أو لا. لكن أنا وجهة نظري من الناحية الفنية لاحظت أنه النادي الأهلي يتأخر في دخول المباراة. مباراة المريخ السوداني ضيع شوط كامل. مباراة سان داونز لولا لطف الله في القاهرة لكان سان داونز جاب جول قبل الأهلي، قبل هدف طاهر محمد طاهر. الأهلي ألاحظ فيه يدخل منكمش ومع الماتش ينتشر. الترجي يلزم يستغل ال 20-25 دقيقة الأولى اللي الأهلي باش يلعب حذر، واحنا نعرفوا اللي موسيماني لا يجازف وياخو وقته صبور جدا، عنده صبر أيوب موسيماني. فبالتالي الترجي يلزم يحاول يستثمر البدايات وخاصة الكرة الثابتة اللي افتقدناها في السنوات الأخيرة في الترجي، اللي كثيرا في هذه الوضعيات الصعبة والمباريات المعقدة والمركبة أنه ممكن نخطف منها جول. أنا أبصم يا كابتن على 1-0 للترجي أكون راضي، لأنه حتى 0-0 مقبولة، المهم يسجلش الأهلي، لأنه إذا سجل النادي الأهلي الحقيقة مهمتنا بتكون أصعب 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 برشا. إن شاء الله الأهلي يسجل يا كابتن عصام. أخيرا إن شاء الله يسجل في 3-1 4-1 إن شاء الله يسجل ويكون مباراة الصعود بتاعتنا للمباراة الفاينل إن شاء الله تكون الترجي في تونس. أخيرا يا كابتن عصام، أو حضرتك بتتكلم عن المواجهة داخل الملعب، شايف المواجهة والمنافسة بين موسيماني ومعين الشعباني ازاي خارج الخطوط؟ والله هي اول مواجهه بين موسيماني ومعين. معين الشعباني مدرب اثبت كفاته، مدرب انا عندي ثقه فيه الحقيقه، نحكي كتونسي وكاعلامي وكاحصائيات. الترجي التونسي قبل معين الشعباني كانت عنده صعوبات وعقده الانديه المصريه، ما نجحش برشا. انا باش نعطيك رقم
ممكن يطمن الترجيين، يخوف شويه الاهلاويه، انه الترجي انتصر تاريخيا 9 مرات على الانديه المصريه في تاريخه الافريقي، فيهم 4 بقياده الشعباني. يعني يعرف يتعامل مع الاهلي والزمالك بالذات اللي هو قابلهم، وشفنا حتى ماتش 2018 مع موسيماني سنرى المواجهه، لانه موسيماني لم يواجهه معين. واجه الاهلي ولكن مع كارتيرون، اسلوب اخر وستايل اخر. موسيماني مدرب ممكن ما يمتعش الناظرين في كره الاهلي، كورتكم انتوما كابتن اللي كانت مع بركات وتريكا والشله الذهبيه، ولكن رباح، مدرب يربح، والكوره الحاليه هي الانتصارات. لذلك الراجل ربح شامبيونز ليج ودوري ما شاء الله وكاس وثالث العالم، حقق كل الاهداف الممكنه وختمها بالسوبر. الان هو يحب يبدا السيكل الثاني، يعني يبدا المرحله الثانيه من النجاحات. مدرب، انا قلت انه الاهلي كسبه، واداره النادي الاهلي قويه برشا بقياده الخطيب، انه مش اي فريق خاصه بحجم النادي الاهلي يراهن على مدرب من افريقيا ومدرب افريقي وفي سان داونز ويجيبه قبل شهر من 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 ختام الموسم الافريقي. فبالتالي شابو معناه، ويظل النتائج موجودة. مدرب شوية عنده الحذر، هو موسيماني. موسيماني يا كابتن عصام هو مدرب منطقي، مدرب منطقي يعني. لا لا لا، وأنا بلغة الكرة. أنا موافقك. لا وأنا موافقك كابتن، فايدة في النتيجة. توا هو لعب، يعني أنا نحسب له لعب مع الوداد ولعب الزمالك ولعب سان داونز اللي هو من أحسن الفرق الإفريقية، والمباريات هذه الخمسه ما خسر فيهم حتى ماتش. اذا هو مدرب واقعي، وش قلت لك انا؟ رباح، مدرب يعرف يربح. يعني هذا هو معناه. تحبوا تشوفوا الكره الجميله تفرجوا في ميسي، لكن انا راني نربح، انا نكسب، واللي تكسبه العبوا. وهي دي لغه كره القدم. اخيرا كابتن عصام، شايف ازاي عوده علي معلول، خاصه علي معلول من العناصر مهمه جدا في النادي الاهلي وايضا في منتخب تونس، وممكن الكابتن عصام الشوالي يكرر ويقول لعلي معلول قسوت على اهل بلدك يا معلول مره اخرى؟ والله يا علي لاعب مهم جدا في استراتيجيه النادي الاهلي، لاعب الحقيقه ما نكذبوش، معناك يبدا في يومه يخوف ويقلق. علي البارح شفته وانا لعب 80 دقيقه في ساقيه تونس مالي، لعب شوط ثاني محترم جدا ضد المنتخب الجزائري. اذا المنتخب التونسي كانه من خلال الوديات جهز علي معلول للنادي الاهلي وجهزه لمعركه رادس. فبالتالي علي معناها بصراحه، انت كابتن فني وتعرف وكروي كبير، تعرف اللي علي معلول وقت اللي يبدا في التشكيله الاساسيه وفي يومه يفرق. وانا نتصور علي باش يجيب برشا حلول هجوميه للنادي الاهلي افتقدها موسيماني في الاربع شهور اللي غاب فيها علي. نتمنى له ان شاء الله التوفيق. كابتن عصام الشوالي المعلق التونسي الاشهر في الوطن العربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت مداخله مهمه جدا من معلق، يعني بقول دايما بيحب الاهلي، وهو بيعلق على مباراه الاهلي دايما بنحس ان هو اهلاوي. ده صاحب كمان القضيه ممكن، يعني الكلمه اللي طلعت وبقت ترند بعد مباراه الاهلي والزمالك في نهاية افريقيا في البطوله 9، نتمنى ان شاء الله ان الجيل الحالي يكررها ان شاء الله في البطوله 10. كلمه او حاجه مهمه عايز اتكلم فيها، احنا بنشوف المسانده الكبيره هناك للنادي الترجي التونسي، بنشوف هناك بيدخلوا له جمهور 5000 متفرج، بنشوف دعم كبير من هناك من الصحافه والاعلام في تونس علشان فريق الترجي. اتمنى هنا يكون في دعم كبير للنادي الاهلي، دعم كبير ومسانده كبيره. دعم كبير للنادي الاهلي هو الممثل الوحيد في الكره المصريه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بمعنى يعني ما ينفعش ان انا خلال الفتره دي اشوف في الاعلام المصري الرياضي بعض الاعلاميين بيتكلموا عن انتقالات لاعب النادي الاهلي او اعارات النادي الاهلي او اسعار لاعب النادي الاهلي. ما ينفعش الفتره دي فتره دعم ومسانده، فتره دعم ومسانده لاعب النادي الاهلي. وانا كمان بناشد جمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي دايما هو سند حقيقي لفريقه ولناديه، علشان الفتره دي فتره مسانده. من خلال السوشيال ميديا لازم نخاطب لعيبه النادي الاهلي. الجيل ده جيل فعلا فيه مواهب وجيل محترم جدا، ممكن ان شاء الله يحقق البطولة دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه. احنا في 2005 حققناها كان على حساب النجم الساحلي، وفي 2006 كان عندنا اصرار وعزيمه وقتها كجيل وحققناها بهدف ابو تريكه في مباراه الصفاقسي التونسي.
الجيل ده ان شاء الله قادر انه يحقق البطوله، فاتمنى ان شاء الله، او مش اتمنى، ده طبيعي، جمهور النادي الاهلي دايما بيساند ودايما بيدعم فريقه، فاتمنى الاعلام الرياضي في الفتره دي ايضا يكون مساند ومدعم للنادي الوحيد في بطوله دوري ابطال افريقيا وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي داخل المباراه القادمه وعنده تاريخ كبير، تاريخ كبير في بطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا 9 مرات، ابتدى المشوار من 82 بجيل عظيم قص الشريط ودخل بعديه اجيال اخرى الى هذا الجيل الحالي في 2020. النادي الاهلي بطل السوبر الافريقي 7 مرات، كان اخرها على نهضه بركان بعد مباراه كبيره شفنا النادي الاهلي تسيدها، وهذا الجيل برضو، وانا دايما بتكلم عن الجيل ده انه قادر انه يصنع تاريخ كبير لنفسه وللنادي الاهلي. تعالوا مع بعض نروح نشوف التقرير ده عن الاهلي زعيم افريقيا ونرجع نكمل حوارنا ونكمل كلامنا مع بعض. الاهلي زعيم افريقيا ليست مبالغه ولا كلمات من وحي الخيال ولا جمله كتبها عاشق لكيان كبير فرض نفسه على الجميع، لكنه الواقع الذي تؤكده لغة الأرقام والإحصائيات. لا يحتاج الأهلي إلى مجاملات من أحد، لا يحتاج إلى كلمات تنصفه، فالتاريخ كفيل بأن يفعل ذلك، والأرقام تؤكد أن الأهلي هو ملك وزعيم وبطل لإفريقيا بلا منازع. يخطو الأهلي خطوات واثقة نحو سلم المجد يوماً بعد الآخر، يؤكد أنه الأسطورة الكروية الخالدة في أدغال إفريقيا، بل أنه بدأ رحلة غزو العالم بفضل إنجازاته وأرقامه التي ينحني لها الجميع. منذ أسابيع وتحديداً نهاية مايو الماضي حصد الأهلي بطولة قارية جديدة عندما فاز بالسوبر الإفريقي للمرة 7 في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بقطر، ليرفع المارد الأحمر بطولاته من السوبر الإفريقي إلى 7، وهو رقم لا يمتلكه إلا الأهلي. الإحصائيات تؤكد أن الأهلي يغرد في ضرب البطولات بعيداً عن منافسيه، نجح في تنصيب نفسه زعيماً للقارة السمراء بفضل إنجازاته وبطولاته التي بات يعلمها القاصي والداني. الأهلي هو صاحب الرقم القياسي على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا بتتويجه بها في 9 مناسبات، أولها عام 1982 وآخرها عام 2020 بالقاضية ممكن على حساب الغريم التقليدي الزمالك. وحقق الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات مع التتويج بلقب كأس الكونفدرالية 1 عام 2014 والكأس الأفرو أسيوية 1 عام 1988. بينما يملك الأهلي في رصيده 7 بطولات سوبر إفريقي، كان آخرها نسخة 2020 عندما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد. هذه الألقاب تنصب الأهلي وصيفاً للأكثر تتويجاً على مستوى العالم خلف ريال مدريد الذي يحتل المقدمة برصيد 26 لقباً قارية، بينما يأتي المارد الأحمر وصيفاً برصيد 21 لقباً قارية. وعلى المستوى المحلي حدث ولا حرج عن بطولات المارد الأحمر، فهو في المقدمة في كافة البطولات المحلية سواء الدوري في رصيده 42 لقب، وكأس مصر ب 37 لقب، وكأس السوبر المحلي ب 11 لقبا. فهناك فارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه لتبلغ إجمالي ألقاب المارد الأحمر 141 لقبا في كافة بطولات كرة القدم التي شارك فيها، فهو الزعيم الذي يتفرد بهذه الأرقام في إفريقيا وينافس على مستوى العالم. التقرير اللي احنا شفناه مع بعض دلوقتي، الاهلي زعيم الكره افريقيا، ده تاريخ اتكتب بدايه من الاجيال السابقه، لكن جمهور النادي الاهلي دايما بيبص او عينه على الحاضر.
عايز ارجع واشوف لقطه وافتكر مع حضراتكم لقطه كانت مهمه، كانت في بطوله السوبر اللي كانت في الدوحه اللي فاز فيها النادي الاهلي على نهضه بركان، والنادي الاهلي بيفوز بالسوبر الافريقي وبيتوج بالبطوله الافريقيه، في نفس الوقت الجمهور اللي حاضر في الملعب بينادي على اللعيبه وبيقول لها الدوري يا اهلي، العشره يا اهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي ما بيشبعش بطولات. لكن التاريخ او التقرير اللي احنا شفناه الاهلي زي ما افريقيا ده تاريخ، تاريخ اتكتب وتاريخ هيفضل موجود، لكن دايما احنا كنادي اهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما عينينا دايما على الحاضر وعلى المستقبل. نروح نشوف مع بعض او نستعرض مع بعض دلوقتي اخبار بعثه الاهلي في تونس. الاهلي يخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس. موسيماني يمنح ثنائي الاهلي راحه من التدريبات اليوم. موسيماني يجتمع مع ابو عبله على هامش. الاهلي يخوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس. موسيماني يمنح ثنائي الاهلي راحه من التدريبات اليوم. موسيماني يجتمع مع ابو عبله على هامش مران الاهلي. تدريبات بدنيه متنوعه في مران الاهلي بتونس. سفير مصر في تونس يحضر مران الاهلي. تدريبات قويه لثلاثي حراس المرمى في مران الاهلي. اكرم توفيق ينتظم في مران الاهلي بتونس. تقسيمة قوية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي. ناصر ماهر الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الترجي. سعد سمير جمهورنا أكبر حافز لتحقيق الفوز وهدفنا التتويج باللقب العاشر. دي أخبار بعثة النادي الأهلي في معسكر الأهلي في تونس. أهم الأخبار برضو امبارح كان في مباراة مرتقبة ما بين منتخب تونس ومنتخب مالي. كابتن علي معلول لعب امبارح المباراة 80 دقيقة، أيضا أليو ديانج كان موجود في المباراة 60 دقيقة، الاثنين انضموا لمعسكر الفريق امبارح. النهاردة كان في تدريب استشفائي، تدريب استشفائي النهاردة للاثنين اللعيبة علي معلول وأيضا أليو ديانج. أكرم توفيق بنطمن جمهور النادي الأهلي، أكرم توفيق عشان الإصابة اللي كانت عنده من المنتخب الأولمبي في مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة، الحمد لله أكرم توفيق سليم بنسبة 100%. أكرم توفيق النهاردة شارك في التدريبات، شارك في التدريب النهاردة كاملة، ظهر بشكل جيد النهاردة في التدريب. أيضا بنطمئن جمهور النادي الأهلي على محمد مجدي أفشة، النهاردة برضو خد التدريب النهاردة بشكل كامل الحمد لله، نسبة أو نسبة شفاء أفشة 100%. حتة مشاركة اللاعبين وأيضا طاهر محمد طاهر بعد برضو استبعاده عن مباراة المنتخب مصر الأولمبي وأيضا منتخب جنوب أفريقيا عشان الإصابة البسيطة، كان موجود النهاردة في التدريبات. كل لعيبة النادي الأهلي موجودة في التدريب بكرة إن شاء الله. النهاردة زي ما بقول لحضراتكم كان علي معلول وأيضا أليو ديانج هما اللي كان النهاردة خارج التدريب أو كان في تدريب استشفائي ليهم، لكن كل اللعيبة إن شاء الله جاهزة. حتة بقى مشاركة اللاعبين أفشة أو طاهر أو أكرم أو مين اللي يلعب دي متوقفة على المدير الفني موسيماني. نروح لبعثة الأهلي هناك ونروح لزميلنا فاروق صلاح عشان يطمننا على بعثة الأهلي. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أسامة، كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت النهائي المبكر زي ما قال كل الجماهير وكل الأوساط الإعلامية وهنا وكل جماهير الترجي أو جماهير النادي الأهلي، إنه نهائي مبكر بيجمع ما بين كبيري القارة السمراء القارة الإفريقية النادي الأهلي والنادي الترجي التونسي في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. يعني إحنا موجودين في أحد المناطق اللي يعني اللي معقل من معاقل النادي الترجي التونسي. الجميع بيقول ان المباراه كبيره جدا طبعا ما بين الكبيرين الاهلي والترجي، وكثير جدا منهم بتوقع ان اللي هيمر من هذا اللقاء ويفوز بهذا اللقاء هو اللي هيكون البطل للبطوله بمشيئه الله. عايزك يا فاروق تقول لي بكره البرنامج ماشي ازاي. النهارده كان النادي الاهلي طبعا التدريب النهارده كان
في موعد المباراة كان في الساعة 6 على الملعب الفرعي لاستاد رادس، بكرة برضو نفس النظام؟ بالفعل يا كابتن اسامه، الاهلي قدم مرانه الاول النهارده على الملعب الفرعي لاستاد رادس او استاد حمادي العقربي، اللي تم تغيير الاسم من ملعب الاولمب برادس لاستاد حمادي العقربي. طبعا مباراه كان اول مران واول تدريب لفريق النادي الاهلي على هذا الملعب، يعني ملعب من الملاعب الكويسه جدا. وعايز اقول لك ان الملاعب هنا في تونس ملاعب اكثر من رائعه، ودي امور لاقت استحسان بعثه النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا انطلق المران مستر بيتسو موسيماني، كان اول مران يتجمع فيه اللاعبين المنتخب الاولمبي وبعض اللاعبين العائدين زي ولتر بواليا، كان علي معلول وديانج كان انضموا لفريق النادي الاهلي اليوم، ولكن مستر بيتسو موسيماني فضل انه يدي وقت من الراحه للاعبين لمشاركتهم في المباراه الوديه اللي جمعت ما بين تونس ومالي. ومن المقرر ان شاء الله ان علي معلول وديانج يكونوا موجودين في المران غدا بمشيئه الله، اللي ايضا هيكون على الملعب الاولمبي الملعب الفرعي رادس، يكون ايضا في تمام الساعة 5 بتوقيت تونس. طمنا على محمد مجدي قفشة وايضا اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وكل اللاعبين اللي كانت مصابة وبدأت دلوقتي تنتظم في تدريبات الاهلي. بالفعل يا كابتن، النهارده يا كابتن اسامه محمد مجدي قفشه شارك في المران من البدايه، اطمنا قبل انطلاق المران من الدكتور احمد ابو عبله، قال لنا محمد مجدي قفشه يعني بصوره يعني اكثر من رائعه، تم شفاء محمد مجدي قفشه وشارك في المران النهارده بصوره كامله. ايضا الطاهر محمد طاهر بعد اصابته في المعسكر المنتخب الاولمبي، ولكن النهارده بيشارك وبيطمن عليه الدكتور احمد ابو عبله. وايضا اكرم توفيق اللي كان اصيب بكدمه، ولكن النهارده مستر بيتسو موسيماني كمان من الامور اللي كان بيعملها مع اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن ما بينه وما بين احمد رمضان بكم. اقول لك النادي الاهلي يعني ما شاء الله بدون اصابات، ايضا على الجانب الاخر نادي الترجي بدون اصابات، كان عادله لبعض اللاعبين اللي كانوا موجودين مع المنتخب التونسي، محمد علي بن رمضان، عبد القادر بدران، وايضا معز بن شريفيه، والحارس فاروق بن مصطفى. فاروق قول لي برضو الاجواء في الشارع التونسي عن مواجهه الاهلي والترجي، دايما مواجهه الاهلي والترجي فيها نديه، ديربي شمال افريقيا، الشارع التونسي بيتكلم ازاي عن هذه المباراه؟ يعني بص يا كابتن اسامه، خلينا نتكلم في نقطه مهمه، انا بكلمك من قلب الحدث او من قلب الواقع، احنا موجودين في شوارع تونس، وعايز ان انا من خلالك اشيد بجمهور واهل تونس والعلاقه الطيبه اللي بتجمع ما بين الشعبين، الشعب المصري والشعب التونسي. هنا بنتقابل بكل ترحاب، بكل ود، بكل محبه من جماهير تونس واهل تونس. احنا موجودين في وسط اجواء الجماهير، بنرصد الانطباعات، الجميع بيتكلم ان هي مباراه قمه وهي مباراه نهائي مبكر جدا ما بين الاهلي والترجي. الجميع يعني جماهير الترجي بتمني النفس بالفوز على النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي طبعا بتمني النفس بالفوز على فريق الترجي، كل فريق حلم ومشروع، ولكن هم دايما بيجمعوا على امر مهم ان ال 90 دقيقه او ال 180 دقيقه بتنتهي، واللي بيبقى هو دائما وابدا العلاقه اللي بتجمع ما بين الشعبين. خلاص يا فاروق، تاكد حضور 5000 مشجع من جماهير الترجي التونسي. بالفعل يا كابتن اسامه، تاكد حضور 5000 متفرج من جماهير الترجي التونسي. طبعا جماهير الترجي كانت بتمني النفس انها تملا جنبات الاستاد، ولكن طبعا لظروف جائحه الكورونا واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، طبعا حتى ال 5000 هيكونوا موجودين مع يعني مسحه سلبيه، ليكون يتعمل لهم مسحه لكل الجماهير لا تكون موجوده ان شاء الله في ارض الملعب. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. يعني زميلنا فاروق صلاح حطينا في كل الاخبار دلوقتي وطمنا على المصابين كمان اللي كانوا، طيب سلمنا عليهم كتير، قول لهم ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يكسب يوم السبت القادم. بنشكر فاروق صلاح زميلنا، يعني طمنا على بعثه النادي الاهلي، حطينا في الصوره، طمنا على اكرم توفيق، ايضا على مجدي قفشه، على كل اللاعبين، على علي معلول، الحمد لله معسكر النادي الاهلي يعني كل اللعيبه منتظمه في التدريبات. عايز برضه استعرض مع حضراتكم ارقام الاهلي والانديه التونسيه. دايما مواجهات الاهلي مع الانديه التونسيه سواء الترجي او النجم الساحلي او الصفاقسي او كل الانديه التونسيه، دايما مواجهات فيها قويه. عايز اروح برضه واكلم حضراتكم عن ان النادي الاهلي واجه 6 انديه تونسيه في 45 مباراه، كان النادي الاهلي ليه نصيب الاسد فيهم والنصيب الاكبر. حقق الفوز في 20 مباراه، تعادل في 15 لقاء، وخسر 10 مباريات.
ده كان تقرير عن مواجهات الأهلي مع الأندية التونسية. دايما زي ما بقول لحضراتكم يعني مواجهات بتكون قوية، لكن الحمد لله الأهلي ليه تفوق كبير مع الأندية التونسية، ولكن تظل مواجهات الأهلي مع الترجي أنا بقولها دايما خارج التوقعات. المباراة القادمة أيضا بتزيد بصعوبتها إن حضور الجمهور التونسي في أرض الملعب 5000 مشجع تونسي، فده بيزيد أيضا من صعوبة المباراة. بنتمنى كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي. نشوف برضو تاريخ مواجهات الأهلي والترجي. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم الأهلي لعب 20 مباراة، فاز في 8 مباريات، تعادل في 8 مباريات، هزيمة في 4 مباريات، له 24 هدف وعليه 19 هدف. الترجي أيضا 20 مباراة، فاز في 4 مباريات، تعادل في 8 مباريات، هزيمة في 8 مباريات، له 19 هدف وعليه 24 هدف. نروح نشوف مع بعض أيضا مباراة نصف النهائي اللي هتكون يوم السبت القادم. الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، والوداد المغربي أمام كايزر تشيف بطل جنوب أفريقيا. مباراة الأهلي هتكون الساعة 6، ومباراة الوداد المغربي أمام كايزر تشيفز هتكون الساعة 9. نروح أيضا نشوف مع بعض مشوار الأهلي والترجي. مباراة الأهلي، مشوار الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية. مشوار الأهلي، الأهلي لعب 10 مباريات، فاز في 6 مباريات، تعادل في 3 مباريات، وهزيمة وحيدة في هذه النسخة، له 19 هدف وعليه 6 أهداف، شباك نظيفة في 6 مباريات. الترجي 10 مباريات، فاز في 5 ماتشات، تعادل في 3 مباريات، هزيمة في ماتشين، له 14 هدف وعليه 10 أهداف، شباك نظيفة في 4 مباريات. ده كان مشوار الأهلي والترجي في النسخة الحالية. الاثنين متشابهين إلى حد كبير، ولكن تظل مواجهات الأهلي والترجي ديربي شمال أفريقيا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل نجوم الأهلي الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل عبد الرحمن، وحديث عن فنيات لقاء الأهلي والترجي. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف اللي منورني النهارده ومشرفيني في التغطيه الخاصه وكواليس بعثه النادي الاهلي واللقاء المهم والمرتقب بين الاهلي والترجي. في البدايه بنرحب بالنجم الاهلي الكبير كابتن شريف عبد المنعم. برحب بيك كابتن شريف. الله يخليك، وانت بتطلق جميله، بنتابعك اليومين دول عامل حاله جميله جدا. وحشني كتير والله، وانت كمان بابتسامتك الجميله دي يعني بنقعد مش عارفين غير المحطه. ربنا يخليك كابتن عادل عبد الرحمن، منورنا ومشرفنا. كابتن اسامه اهلا بيك، الله يخليك، وانا سعيد ان انا قابلت الكابتن شريف بقالي يجي 10 ايام ما شفتهوش. انت حبيبي يا عدو. فكنت سعيد النهارده ان انا نكون مع بعض يعني، وسعيد بيك طبعا يا اس، انت عارف ان انت ربنا يخليك حاجه جميله بالنسبه لنا بجد. ربنا يخليك. نبتدي بقى بالكابتن بتاع القعده كابتن شريف عبد المنعم، ولا عندك اعتراض من الاول؟ لا، الكبير بتاعنا، ما احنا عندنا احنا جيش. هي ادميه، لازم الكابتن شريف الاول. ايوه يعني دستور. احنا ادميه ودستور عندنا ان الكبير يتكلم الاول وبعدين الاصغر. ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. دي حقيقه. كابتن شريف حبيبي، كابتن محمود الخطيب رئيس بعثه النادي الاهلي في مباراه مهمه، شفناه رئيس بعثه في مباريات صعبه قبل كده في السوبر الافريقي، شفناه في مباراه سان داونز السنه اللي فاتت في البطوله التاسعة. شايف ازاي وجود الكابتن محمود الخطيب مع بعثه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، وايضا شايف استقبال كمان رئيس نادي الترجي للنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب؟ طبعا كابتن محمود الخطيب قيمه لينا كبيره جدا، ورمز من رموز النادي الاهلي الكبار. انا مش هزايد في حب كلنا لرموزنا يعني. انا مش هزايد في حب الناس كلها للكابتن محمود الخطيب. انا مش هشرح الحالة الجميلة اللي بيعملها كابتن محمود الخطيب للعيبة كلها، اللي كان رد فعلها في السوبر الافريقي، اللعيبة كلها جالها حالة بعد التتويج وهما بيستلموا الميداليات، حسوا قد ايه كابتن محمود الخطيب تعبان معاهم اول فترة فاتت دي، مهتم جدا انه يبقى موجود جنبهم، بيحسسهم ان هو زيهم يعني زي كل الادارة كلها، حاسة باللعيبة قد ايه بالضغوط اللي هي عليها، هما كمان واقفين جنبهم عشان كده. فكان في رد فعل جميل جدا، الدنيا كلها شافته. فده كان اقل شيء من اللعيبه الحقيقه، ان احنا المجهود الكبير اللي بيبذله كابتن محمود واعضاء مجلس الاداره، وما شاء الله الله اكبر، بيدي دفعه كبيره جدا نفسيه للعيبه حتى، واحنا نفسنا لما بنشوف
على الطياره كابتن محمود خطيب في اول صفوف بالنسبه للعيبه، حس اللعيبه شالت الحمل، شال الحمل على اللعيبه كلها. ما زي ما انت قلت من شويه كده، مش مطلوب من اللعيبه غير انه يلعب. مش مطلوب انه يلعب، ان هو حاسس ان كل حاجه مجهزه له. اللي هو التاكتكس اللي انا بتكلم عنه من ساعه ما نزلوا من الطياره لارض تونس الحبيبه بالاستقبال الهائل من السفاره. شفت الاستقبال ازاي؟ الله اكبر. السفاره بالراجل رئيس فريق الترجي ده الاحترام والكم اللي انا كلمتك عنه النهارده، بتحس بفخر، فخر النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي الحقيقه، ازاي بيستقبل في الاجواء كلها، ازاي بيزيل اي كابتن محمود خطيب وهو نازل وهو بيسلم وبيع. مفيش بقى اي شحنات، مفيش اي ضغوط بين الفرقتين، خدت بالك؟ هنستقبلهم بنفس الشكل اكيد طبعا، بنفس البروتوكول ونفس. فوجود الكابتن محمود الخطيب بيدينا احنا حتى واحنا قاعدين يعني اكسجين كده، ان احنا هيبقى في روح، بيدي روح، بيدي طمانينه للعيبه كلها. اللعيبه بتبقى محتاجاها طبعا. ما هو علي معلول مره قال لي، كنت بعمل معاه حوار، قال لي وجود الكابتن محمود الخطيب معايا الرساله وصلت حتى لو ما اتكلمش معانا طول السفر ده. لا، وجوده الحقيقه طول عمره حتى هو بيلعب. انا يمكن انا كان ليا الحظ وشاركته سنين اللي انا لعبتها كلها في حياتي لغايه ما بطلت معاه في نفس السنه برضو. فحاجه تانية خالص، بيبقى موجود معايا في الملعب بيشيل عني، انا بلعب بقى يعني. هو شايل المسؤوليه وبتقعد تتفرج عليه. والله يا اسامه يمكن ما تجيليش فرص كتير اتكلم في الحاجات دي، بتتمتع. ده كوره واخلاق واداره ومانجمنت وكل حاجه واضح بعد كده في الحياه والمسيره، خدت بالك؟ اللي هو الموروثات اللي احنا بنتكلم عليها، وبقى رئيس النادي الحمد لله. تمام. كابتن عادل، 2018 ما كانتش العلاقه على افضل حال مع الترجي. انا بقول وبفسر كان وقتها خفافيش الظلام هنا هم اللي لعبوا على العلاقه دي، وهم اللي وطروا العلاقه قبل مباراه الاهلي والترجي اللي كانت في تونس. فاكر. شايف دلوقتي العلاقه ما شاء الله، استقبال رئيس الترجي بنفسه رايح المطار عشان يستقبل بعثه الاهلي، استقبل الكابتن محمود الخطيب، طبعا السفاره المصريه موجوده كلها طبعا. لكن شايف الترحاب الكبير بنادي الاهلي من الترجي وعوده العلاقات مره اخرى. خد بالك يا كابتن اسامه، خلينا نروح في حته غير كره القدم اللي الكابتن بيعملها الفتره دي. انت النادي الاهلي راح حته ثانيه من العلاقات، ومن حتى التسويق، ومن الحاجات الكتيره اللي غير كره القدم، اللي غير الفنيات. انت فاهمني؟ دي كانت ناقصانا في فترات من الفتره من الفترات يعني. اولا انت بقيمة النادي الأهلي لازم تتعامل بيها، اللي هو تتعامل إن المفترض إن النادي الأهلي في أفريقيا أكبر نادي في الزعيم. أفريقيا هو الزعيم، فلازم يعلم ولازم يبقى كمان همزة وصل ما بين الأندية. وخلي بالك في الأيام اللي جاية النادي الأهلي هيبقى ليه دور تاني كمان في حتة علاقات الأندية ببعض في أفريقيا، وده دور بيلعب إحنا بنلعبه في الوقت الحالي كنادي أهلي. الريادة في الكورة نفسها، فإنك أنت في المباريات وإنك تكسب بطولات والحاجات دي مدياك قوة وباور كمان إنك أنت تبدأ علاقتك تبقى علاقة جيدة. يعني أنت بتلعب قبل نهائي أفريقيا ورئيس نادي الترجي بيطلع لك المطار علشان يقابل رئيس النادي الاهلي، وانا متاكد تماما في الماتش العوده هيروح الكابتن هيقابله. ده مش متاكد، ده مليون في الميه هيقابله نفس تمام. هنا بيدوا رساله ايه؟ ان كره القدم حاجه، والعلاقات الشخصيه ما بين الانديه، مش شخصيه رئيس النادي برئيس النادي وبس، لا العلاقات اللي هي ما بين الكبار بتوع النادي ده، رئيس النادي الترجي ورئيس النادي الاهلي، العلاقه اللي بينهم علاقه ود، علشان ما تجرجرناش للحته بتاعت ايه؟ الحته اللي احنا مش حابينها. اولا النادي الاهلي ما يحبهاش، والنادي الاهلي المفترض ان هو ما بينسقش ليها. الحاجه الثانيه بقى المهمه اللي انا عايز اقولها لك، اللي الكابتن شريف اتكلم فيها ودي كانت حاجه مهمه بالنسبه لي انا. الماتشات الصعبه الكابتن الخطيب بيطلع فيها رئيس بعثه، مش لمجرد انه كابتن خطيب طالع وبس، لا ده في شغل بيعمله. خلي بالك يعني احنا ناس مدربين وعارفين، لما تيجي انت لعيبتك مؤهله نفسيا في المباراه، ولما يتكلم معاهم رئيس نادي كان لعيب كوره وكان لعيب لا وكان لعيب مقنع طبعا. خلي بالك دي مهمه جدا، حتى المدرب المدرب لما بيكون كان لعيب جامد قوي بيقنع اللعيب كويس، انت فاهم؟ الحاجة التانية المهمة بيتكلم في حاجات أنا متأكد تماما ما بيتكلمش في فنيات خالص، ولكن بيتكلم في ناحية نفسية،
فانت لما تلاقي الفرصه انك انت تحييك رئيس نادي زي ما الكابتن شريف قال، اللعيبه حيته مش من منطلق انه رئيس نادي، انت فاهم انه رئيس نادي علشان هم لعيبه في النادي، لكن لا، من منطلق ان هو افادهم كتير قوي وعرفوا ازاي ان هو بيقعد معاهم وبيتكلم معاهم وبيشتغل معاهم حته نفسيه. يمكن انا هقول لك حاجه في المباراه السوبر دي انا لاحظتها يا كابتن اسامه، انك انت لما اللعيبه تدي للكابتن الميداليه، الميداليه دي اغلى حاجه عند اللاعب، انت كنت لعيب وخدت ميداليات وشفت الكابتن شريف خد ميداليات، الميداليه بالنسبه لنا دي حاجه كبيره قوي. كونك انك انا عارف ان هو ممكن هيردها لهم تاني، ولكن كونك انك انت بتقلدها له دي معناه ايه؟ انك معترف انه تعب معاك. ودي حاجه كويسه. وخلي بالك ده اللي احنا دايما متعودين من على الاهلي، ان الاهلي دايما هو الكبير، ودايما علاقه الاهلي بالانديه كلها لازم تكون علاقه جيده دايما. او عايزين نشيد برضو بدور السفاره المصريه، السفاره المصريه من اول لحظه وصول النادي الاهلي في تونس، وهي الناس مرتبه كل حاجه، بتسهل كل حاجه على بس النادي الاهلي، وشغلها ما ابتداش لما الاهلي وصل تونس، لا بالعكس، كان في تواصل هنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، وكان في تسهيل لكل الاجراءات. ايضا النهارده كان الاستاذ ايهاب فهمي سفير مصر في تونس حضر تدريب الاهلي النهارده، وزميلنا فاروق صلاح سجل معاه لقاء. نروح نشوف اللقاء ونرجع استكمل حواري مع ضيفي كابتن شريف عبد المنعم كابتن عادل عبد الرحمن. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من تونس مقر اقامه تبعثة فريق النادي الاهلي واولى تدريبات فريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي برادس واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الترجي التونسي في مباراه الذهاب للدور النصف النهائي. دور كبير جدا بتبذله السفاره المصريه ممثله في معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه في تونس، ودور كبير جدا في تسديد كافه الامور والتنسيق قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. جهد كبير ويعني امور بتبذل يعني حتى من قبل قدوم فريق النادي الاهلي، حطنا في الصوره وقربنا من المشهد. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. كان طبعا ده طبيعي ان احنا نكون في شرف استقبال النادي الاهلي بعثه نادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، وده طبعا دي مهمه اساسيه، ويعني كان ايضا في شرف الاستقبال كابتن او سيد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي، ويعني كانت لفته كريمه حقيقه منه، وده عكست مشاعر الاخوه والمحبه اللي بتجمع ما بين الناديين ورئيسي الناديين. ونتمنى ان شاء الله تكون المباراه يوم السبت القادم ما بين الناديين العريقين نادي الاهلي ونادي الترجي ان تعكس العلاقات المتميزه ومستوى وروابط اللي بتجمع ما بين الشعبين. معالي السفير اعتقد الاتصالات تمت يعني منذ تحديد ان المباراه ما بين الاهلي والترجي، حطينا في الصوره والاتصالات كانت بتتم من خلال المسؤولين في النادي الاهلي مع حضرتك ومسؤول السفاره المصريه. طبعا انا من خلال حضرتك ومن خلال قناه نادي الاهلي بتوجه بالشكر للسلطات التونسيه على كل ما بذلته من جهد في توفير كل سبل الراحه وتوفير يعني كافه الاجراءات اللي يعني بتيسر اقامه البعثه، وايضا فيما يتعلق بالتامين منذ وصول البعثه وحتى اللحظه دي الى يعني ان شاء الله اتمام المباراه على خير ومغادره البعثه موفقه باذن الله. وكان يعني هناك عده لقاءات سواء مع رئيس نادي الترجي التونسي سيد حمدي المدب، اللي كان وجوده في المطار كان يعني اكيد تاكيد وانعكاس واضح لعلاقة الاحترام المتبادل بين الناديين، وتقدير أيضا لمصر وللنادي الأهلي، ويعني وطبعا لكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والعربية والإفريقية. وأيضا التقيت بالإضافة لسيد حمدي مدب السيدة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالإنابة السيدة سهام العيادي، وكانت
أكدت لي حرصها التام وحرص كل السلطات التونسية على إنجاح هذه التظاهرة، لأننا بنتطلع أنها تكون في إطار أجواء إيجابية وودية وأخوية، وأنها برغم التنافس ما بين الناديين نتمنى أنها تكون في أجواء طيبة للغاية تعكس بشكل واضح العلاقات المتميزة ما بين مصر وتونس. وطبعا السنة دي احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الإعلان خلال زيارة فخامة الرئيس أيضا قس سعيد رئيس الجمهورية التونسية خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، إعلان عام 2021-2022 عاما للثقافة التونسية المصرية، وبالتالي هناك العديد من الفعاليات الثقافية بمفهومها الشامل. وطبعا الرياضة هو بعد مهم وركيزة أساسية في هذه العلاقات، وإن شاء الله بإذن الله تكون الأنشطة الرياضية داعم للتقارب، تعزيز التقارب بين الشعبين. معالي السفير، مباراة بقيمة الأهلي والترجي أكيد بتحظى بشعبية كبيرة جدا وشبه اهتمام وسائل الإعلام وأيضا اهتمام الشارع التونسي، يعني برضه حضرتك تقربنا من الصورة وحديث وسائل الإعلام وأيضا الشارع التونسي عن قيمة المباراة وأهمية المباراة ما بين الأهلي والترجي. طبعا قامة كبيرة زي الأهلي ونادي الأهلي وأيضا نادي الترجي هو حدث بيترقبه الجميع سواء جماهير التونسية أو الجماهير المصرية، وكان طبعا يعني هذا الترقب مصحوب برغبة كبيرة من نادي الترجي للسماح لهم بوجود جماهير، أن يتم المباراة بوجود جمهور، وبناء على هذا الطلب تم تدارس هذا الأمر في اجتماع لرئاسة الحكومة التونسية، وتقرر السماح بالحد الأدنى لل 5000 متفرج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة اللي بتتخذها الدولة في إطار مواجهة جائحة كورونا، ويعني لن يتم السماح بالطبع لأي متفرج للدخول إلا بتقديم ما يثبت خلوه من الفيروس كورونا من خلال مسحة سلبية. وإن شاء الله بإذن الله يعني نشهد مباراة يسودها الود والمحبة ما بين الفريقين. معالي السفير، يعني رسالة حضرتك لعيبة النادي الأهلي، وأيضا أنا شايف إن حضرتك بتتمتع بصداقة مع يعني مع الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي الأستاذ طارق قنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. ده شرف لينا، ويعني مين ما بيحبش كابتن محمود الخطيب، ومين ما بيحبش يعني الفن الكرة اللي أمتعنا لسنوات ولسنوات وما زال بيمتعنا من خلال رئاسته للنادي الأهلي. وطبعا بتوجه بالشكر لكل بعثة الفريق النادي الأهلي وبشمهندس خالد مرتجي وجميع الأعضاء المشاركين في البعثة، ويعني نتمنى تكون ليهم إقامة جيدة وممتعة، وإن إحنا دايما جنبهم من الاستقبال حتى المغادرة. وأنا بتشرف دلوقتي حضرتك بنصور في الملعب حيث الميران الأول للنادي الأهلي، وبإذن الله يعني يكلل مجهودهم ده بالنجاح وبالتوفيق، وإن شاء الله بإذن الله نرى أيضا مباراة جيدة ترتقي لمستوى وعراقة النادي الأهلي ونادي الترجي. أيضا نشكر حضرتك يا معالي السفير وبالتوفيق إن شاء الله النادي الأهلي. شكرا يا فندم، أهلا بحضرتك. شكرا. أعزائي مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع معالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية بتونس، ومجهود كبير جدا بيبذل من أفراد السفارة المصرية وتذليل كافة الصعاب الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي قبل مواجهة النادي الأهلي أمام فريق الترجي في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي، ويعود من تونس إن شاء الله مكلل بالانتصار، وإن شاء الله بالتوفيق أيضا في مباراة العودة من ثم الصعود للمباراة النهائية، وبإذن الله التتويج بالبطولة العاشرة بمشيئة الله. بشكر سفيرنا الأستاذ إيهاب فهمي يعني على المجهود الكبير، وكل طاقم السفارة في تونس يعني فعلا عاملين مجهود كبير لتذليل كل العقبات اللي بتواجه النادي الأهلي هناك. الحمد لله المعسكر يعني كله تمام هناك. بكرر تاني شكر لكل طاقم السفارة وأيضا الأستاذ إيهاب فهمي. شاركونا دلوقتي وإحنا تغطية خاصة مع ضيوف الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل عبد الرحمن، بعد إصابة محمد هاني في السوبر الأفريقي من اللاعب الذي سيعوض غياب محمد هاني أمام الترجي؟ شاركونا وابعتولنا دلوقتي
هقول اراء حضراتكم كلها مع ضيوفي. من اللاعب الذي سيعوض غياب محمد هاني امام الترجي بعد الاصابه اللي اتصابها محمد هاني في مباراه السوبر الافريقي، وكانت اصابه في العضله الاماميه، هيغيب عن مباراه الذهاب المباراه الاولى امام الترجي. ابعتوا لنا وهنقول اراء حضراتكم كلها. نروح لفاصل وبعد الفاصل استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، تتفق معايا ان الاهلي والترجي خارج التوقعات ولا لا؟ فاينل. طيب شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي المباراه القادمه؟ خلاص بقى الفرقتين لما تبص لهم كده على الورق تحسهم متشابهين في كل شيء. يمكن الاهلي بيتميز بالفوز 8 وخساره 4 بس، يعني الترجي فاز 4 مرات بس. نعم، في تعادل اعتقد زي بعض. الاهلي ليه في السكور اكتر بكتير، تحس ان الملعب كمان بيجبرك على انك انت تبقى في معطيات تاكتكس دفاعي هجومي، يعني للفرقتين. فرقتين بيقدروا بعض كويس قوي، فرقتين شايفين بعض كويس جدا. هنا في امكانيات وفرديات عاليه جدا، في تحركات، في معطيات لفرقه صاحب الارض في المباراه الاولانيه الاولى بيبقى عنده من الانطلاقات مثلا من على الاجناب زي حمدي النقاز، بيبقى عنده حاله تحرر وما شيء. كل ده مقري بالنسبه لمستر موسوماني، عارف الشكل اللي بيلعب بيه شعلالي في ارضه وفي ملعبه. اما بيجي عندك هنا بيلعبك على الكونتر اتاك بتاعه على اساس انه يخطف منك هدف او اي حاجه ويعمل لك اي مشاكل. انما الميزه في الفرقتين ان بيلعبوا لعبه مفتوحه. الميزه اللي في الاهلي انه يقدر يقفل الملعب كويس قوي، وعنده من الانطلاقات اللي هي تقدر تجيب جول، تجيب هدف، يرجع فايز من المباراه هناك. فانت ما تقدرش تتوقع النتائج بتاعتهم. وان كان الخبراء لما يتكلموا في شيء يقول لك ايه، المباراه دي 1-1، المباراه دي تعادليه، شايفين ان القوه هنا والقوه اللي متمثله في الاهلي وفي الترجي قريبين جدا من بعض، يعني في كل حاجه. احنا عندهم بتقول الترجي بطل دوري ابطال افريقيا 2018 19، الاهلي النسخه الاخيره 2020. وان كان الاهلي هو دايما اللي بيوصل فاينل، لما ما تلاقيش الاهلي في الفاينل بتبقى مشكله. ما تلاقيش الاهلي بتبقى اكيد في فعل يعني المؤسسات بتشتغل على انك انت تبقى موجود، زي ما كان عادل بيقول وانت بتتكلم لما كابتن محمود خطيب بيروح، بحيث ان دي مباريات فاينل. لكن حتى في دور الثمانيه بحيث انه بيروح يواكب الفرقه، دي مباراه فاينل، اللعيبه حاسه بكده. بالك بقى انك انت رايح تلعب الترجي سيمي فاينل هناك في الترجي، فكم من الروح اللي لعيبه الاهلي عارفاها دلوقتي، ايه المطلوب منهم، ايه اللي هينفذوه في الملعب. فعشان انا اجي اكلمك على فرقه من اول معز بن شريفيه لغايه انيس البدري والناس اللي هي موجوده وحمدي الهوني، هنتكلم بنفس الشكل من اول محمد الشناوي لغايه محمد شريف وطاهر ومجدي قفشه، عندهم نفس الشكل، نفس الترتيب، نفس الضربه هنا، قوه ضربه قد قوه ضربه. مين اللي بينفذ؟ مين اللي عنده التيمبو؟ مين اللي عنده الايقاع اللي يقدر يمشي حاله التحكم في الكوره؟ يعني احنا لما بنتكلم وبنتفرج على اوروبا دلوقتي بشوف ان في فرق عندها زي اسبانيا مثلا تحكمه في الكوره 80%، ده شكل طبعا والسياسه والنظام، بس ما عندهمش كريستيانو رونالدو اللي يخلص. فرق ثانيه عندها كريستيانو رونالدو وعندهم نفس الشكل والاستحواذ وازاي يقدروا يحافظوا على الكوره من غير ما يكون عندهم اصابه. بلجيكا عندهم لوكاكو. فانت بتبقى في عندك عوامل في بعض الفرق محتاجه ان الفيرود بتاعك زي محمد شريف او موراتا يقدر يخلص ويعمل لك الشغل اللي بيعمله 10 لعيبه. لان انت كنت بتتكلم على علي معلول او ايمن اشرف او الناس دي، هيبدوا مشغول. ايه المطلوب؟ مطلوب التنفيذ والتركيز اللي هو ابتدى من ساعه ما نزلوا من الطياره. يعني هما نزلوا من الطياره من هنا وانا ابتديت احس ان انا دخلت فعلا كارتينا فيها تدريب، كارتينا فيها حفظ للعيبه الترجي، احترام لكل الاجواء اللي احنا فيها خلاص. وده العادي بتاعنا اللي احنا شفناه على الفتره اللي فاتت دي كلها. 4 بطولات وان شاء الله نبقى في الفاينل باذن الله في افريقيا، وعندك لسه سوبر مصري بنتكلم فيه. انت تحت ضغوطات نفسيه وتحت متطلبات جماهيريه انت قدها. هو ده البطل دايما، وده النادي الاهلي ما بيريحش، وده النادي الاهلي. مش كده؟ اللي الاهلي بيروح في اي حته بتعمل له مليون الف حساب. بيجي لاعب الاهلي بيعمل مليون الف حساب، والاهلي بيعمل مليون حساب طبعًا لكل لازم الفرق، يحترم كل بيحترم طبعًا كل اللعيبه، وباذن الله يكون ليه توفيق وتنفيذ الشكل اللي الجهاز الفني والاداري اللي هم شغالين من دلوقتي لغايه المباراه
يكون على نجاح بإذن الله. كابتن عادل، المباراة الأولى في تونس مباراة الذهاب، المباراة الأولى هناك ميزة ولا عيب للنادي الأهلي؟ ولا خلاص ما بقاش يفرق بقى المباراة الأولى بره، المباراة الأولى عندي على ملعبي بلغة الكرة خلاص؟ يمكن عاوز بس أعمل مقارنة سريعة ما بين الترجي والأهلي في آخر سنتين. الترجي والأهلي، الترجي كان بيمر بظروف صعبة جدا بعد ما كسب 18، بدأ عنده طلع قوي، وبعدين بعد كأس العالم للأندية اللي لعبها، وبعدين بدأ في انحدار. المشكلة في الوقت الحالي ان الترجي بدأ في الصعود. بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي مثلا يعني من بعد مباراة الزمالك وبدأ في المستوى التصاعدي. الحاجة التانية المهمة، الترجي عنده لعيبة يعني تشكيل ثابت دايما، او بالمعنى الاصح عدد اللعيبة الخبرات عنده كبيرة قوي، فيقدروا يلعبوا مباراتين بشكل كويس. مهما كان هم ممكن يكون مش في التوب فورم بتاعهم، ولكن بيقدر يلعب على الجزئيتين اللي انت اتكلمت فيها يا كابتن اسامه. حتى زي النادي الاهلي، النادي الاهلي انت قلت ان هو لما يلعب المباراه الاولانيه المفترض بيلعب بسيستم، والمباراه الثانيه بيلعب بسيستم. انا متاكد تماما، يمكن انا شايف انه في تغيير في سيستم اللعب هيبقى في النادي الاهلي في المباراه الاولانيه، لان موسيماني بدا يشتغل على الحاجات الصغيره زي ما لعب بثلاثه في الماتش بتاع خلي بالك هي شوطين مش شوط واحد، ده ذهاب وعوده، فانت عندك شوطين، فانت بتقسم سيناريو هنا وسيناريو هنا. وخلي بالك موسيماني دايما معودنا عنده حاجات خارج التوقعات، بس هو الواضح انه بيبني استراتيجيته على انه يطلع بنتيجه مرضيه بره، ويبقى على ملعبه بيعمل طريقه تانية او شكل اخر، او كمان رجال المباراه دي غير المباراه التانية. بمعنى ان هو زي ممكن يلعب بثلاثه، يعني انت النهارده عايز يلعب بثلاثه. موسيماني ما عندوش اسلوب ثابت، دايما كل مباراه ليها الطريقه بتاعتها والاسلوب بتاع واللعيبه بتاعتها. لا اكتر من كده، انا عايز اقول لك ايه، ان هو بيروح لهدفه. هو عاوز هدف. يمكن كتير من الناس كانوا بيتكلموا على الاداء، واتكلموا على اكتر من مره الاداء، يعني في اوقات ما بيبقاش مقنع واوقات، لكن هي الاهداف هي الاهم. يعني انت في ماتش الترجي واضح ان الترجي هيلعبك بانهي طريقه هناك. واضح ان الترجي عنده عارف ان استاد القاهره او المباراة التانية للنادي الأهلي بتبقى صعبة جدا، فعاوز يعمل نتيجة إيجابية في الشوط الأولاني. طب ما قلتليش برضه، هل الذهاب هناك أفضل للأهلي ولا خلاص ما بقاش يفرق بلغة الكورة؟ سواء لعبت أنت النسخة اللي فاتت التاسعة، الأهلي لاعب الوداد، كان المباراة الأولى خارج ملعب الأهلي كانت في المغرب، فاز النادي الأهلي هناك 2، رجع كان عنده الأريحية. هي المباراة الأولى لما بتلعبها بره، لا في البطولات الأفريقية في الأوروبية ما بتفرقش دلوقتي. لكن في الأفريقية اللي بتفرق، المباراة الأولى بتبقى على ملعب الفرقة الأخرى، بتبقى عندها فرصة أعلى، زي النادي الأهلي عنده فرصة أعلى من الترجي، لأنه هيبدأ المباراة الأولى بره. ليه؟ هيلعب بأهداف هو عارفها، والترجي هيلعب بهدف ما فيش واحد تاني عنده بالنسبة إيه، إنه عاوز يجيب هدف واثنين وثلاثة عشان يرتاح هنا، يبقى هيلعب ناحية هجومية. النادي الأهلي ممكن يلعب بالناحية الدفاعية وبعدين يهاجم هجمة مرتدة في الوقت الحالي. بعد النتيجه المباراه الاولانيه تقدر بقى تعمل استراتيجيتك الجديده على المباراه الثانيه، ولكن اهم ما في الموضوع ان تغيير طرق اللعب. يعني انت عندك مثلا الترجي طول الوقت احيانا بيلعب 4-1-2-3 احيانا، واحيانا بيلعب 4-1-4-1. انا شايف انه هيبدا المباراه هناك بتحفظ، يعني الترجي بالرغم انه هيلعب على ملعبه وخلي بالك وسط جمهوره هيبدا تحفظ طبعا. اتفق معاك كابتن شريف؟ مع كابتن عادل بيقولوا؟ بص انا يعني النهارده بس انا ما كملتش، يعني ايه تحفظ يا كابتن اسامه؟ انا بس عايز اشوف كابتن شريف معانا. انا ما كملتش حته التحفظ ايه؟ اتفضل. ما هو بص يا كابتن، التحفظ مش معناها انك انت طول المباراه تبقى متحفظ، لا، انت بتشوف النادي الاهلي هيلعبك ازاي، فانت بتتحفظ في البدايه اول ربع ساعه. وما فيش حاجه اسمها في كره القدم دلوقتي
ان مدرب ما يقسمش المباراه على اجزاء كثيره، فانت ممكن تكون متحفز في اول 10 دقائق ومش متحفز في اخر 5 دقائق، ممكن تكون بتهاجم ضغط عالي في 10 دقائق وممكن بتلعب زون في 10 دقائق حتى لو بتلعب على ملعبك. انت فاهمني؟ هو ده معنى التحفظ، مش بالمعنى المطلق بتاع ان هو متحفظ طول المباراه. لا، ما خلاص عنده انت توازن. انت لو دخل ما ناخد هو لعب الزمالك هنا ازاي في القاهره؟ كان في تحفظ دفاعي زي ما انت قلت، وكان الزمالك ضاغط وكل حاجه، بس هو عنده على طول من مميزاته التحرر بتاع الاطراف بتاعته. ايوه، هم دول اللي بيدوا له القوه، دول مفاتيح اللعب الهجومي بتاعته، اللعب بتاعه. حتى الراجل اللي انا كنت بسالك عنه، غيلان الشعلالي، ده هو اللي جاب الجول في الزمالك، استغل احد الانطلاقات اللي بيعملها النقاز، واللي انا بحترمه جدا حمدي النقاز ده هجوميا. يمكن دفاعيا انا ما بشوفوش واقف على حيله قوي. هو سريع جدا، بينقل الملعب، نص الملعب بيودي فرقته الناحيه الثانيه، ادام نقلك الناحيه الثانيه يبقى ده لعيب مهم جدا ان انت تعمل حساباتك عليه. نفس الشكل اللي كنت بسالك على الياس شايتي ده، ان هو باك ليفت برضه على طول عنده حاله تحرر ومش فارق معاه. مع النادي الاهلي هيبقى مش ثابت. عايز اقول لك على حاجه، لا هو بيطلع وما بيفرقش معاه مع الانديه الاخرى، بيخلي عبد القادر ده او اي حد هم اللي بيعملوا التحول للدفاع، ان هو يقفلوا الحته بتاعته اللي هو منطلق فيها، عشان ما عندوش اوامر، فاهم قصدي، ان هو يبقى على طول ثابت في الحته دي. ايوه، هي حته النادي الاهلي الشمال بالنسبه للترجي هي دي اخطر. اكمل لعادل بقى حته تاعت اللي انت بتقول عليها ان هو هيلعب النادي الاهلي، لا في تصور تاني، في شكل تاني. ايه اللي بيحصل لعادل في الحكايه دي؟ انا اللي بجبره، هل انا هضغط عليه هناك زي ما كنت معودني مستر موسيماني؟ ان ساعات من السنه اللي فاتت اللي احنا خدنا البطوله كان بيهجم على الخصم، عمل كده مع الوداد، رحنا لعبنا الوداد بس كانش ده الوداد، كان الوداد حاجه تانية غير الوداد المره دي، راح هجم عليه هناك ومن اول دقيقتين ثلاثه جبنا جول من الضغط. انت التحرر اللي بيعمله مجدي قفشه مع محمد شريف والتبادليه والحاجات دي في الضغط الاولاني، هل احنا هيفضل شمال افريقيا بالنسبه لنا كل ما بنضغط عليه بيفقد الكوره وبيسلمها لك، وانت تقدر تعمل السرعات اللي بتاعتك على حسب التشكيل اللي انت هتنزل بيه، على حسب السرعات، على حسب الحاله البدنيه اللي هي موجوده عندي يا عادل في محمد طاهر، في حسين الشحات شكله هيبقى عامل ازاي؟ هو عنده كابتن شريف، عنده خلينا نتكلم في واقعيه. لا بص، عنده انا عايز اقول لك الواقعيه، انت حاله لعيبتك هي اللي حتى انا بتدافع معاك، لكن النهارده كابتن عادل هم لعيبه كويسه قوي. ما انا بقول لك عندهم سرعه زي ما احنا بنتكلم وبنقول كذا لعيب. طب اسمعوني بس، الحته الفنيه بتاعته عاليه. اتفضل. النهارده زي ما احنا بنقول ان هي في منافسه وفي مباراه داخل الملعب، هيكون في مباراه من خارج الملعب أكيد. ما بين معين الشعباني وما بين ايضا موسيماني. احنا مش قلنا ان هم متشابهين في كل حاجه؟ طبعا طبعا، اثنين مدربين كبار ليهم خبره افريقيه. كابتن عادل، حضور الجمهور التونسي 5000 متفرج بالنسبه للجمهور التونسي ليه اثر ايجابي؟ طبعا اكيد طبعا اكيد هيأثروه. انت عارف جمهور الترجي من الجماهير المنظمه جدا تشجيعيا، وعندهم حماس غير عادي، وبيدي لفرقتهم حماس غير عادي. يمكن الترجي مشهور عنه دي زي النادي الاهلي، جمهوره قوي برضه. يمكن في جماهير بتبقى سلبيه على فرقتها، ما عدا زي جمهور النادي الاهلي وزي جمهور الترجي، لا ايجابيه دائما مع فرقتها ودائما بيسندوا الفرقه بتاعتهم طول الوقت. فافتكر ال 5000 دي هتبقى فرصه كويسه لفرقه الترجي. بس انا عاوز ارجع حته بس علشان دي مهمه جدا. اولا فرقه الترجي عندها اتنين لعيبه من العيار التقيل قوي، حمدي الهوني وانيس البدري. طب والاتنين هدافين والاتنين بيجوا من تحت، ويمكن حمدي الهوني مش هداف قوي ولكن عنده سرعات ده اللي قاله كابتن شريف ان هي خطوره الترجي من ناحيه خالد عبد الباسط، محطه هايله. الثاني محمد علي بن رمضان من اللعيبه الاقويه جدا بتوع نص الملعب اللي بيكمل. عندك كولوبالي بيسجل وبيصنع، عندك كولوبالي، حتى كولوبالي الديفندر اللي بيلعب لوحده، ديفندر احيانا هو بيلعب لوحده ليه؟ علشان الشعلاني، غلان الشعلاني يبقى متحرر ومحمد علي بن رمضان. لكن انا بقول لك ان غلان الشعلاني ممكن ما يلعبش، ممكن يلعب عبد الرؤوف بن غيز اللي هو الجزائري. ليه؟ لانه عنده الحته الدفاعيه كويسه، عشان عارف لعيبه النادي الاهلي، وهيبقى عنده مشكله لو قفشه لعب. دي مشكله الترجي في قفشه ازاي؟ انه هيخلي كولوبالي يلعب مان تو مان مع قفشه، وممكن يلغي قفشه في الوقت ده. ولكن انت عندك في نص الملعب انت تقدر تلعب السوليه وديانج، ممكن يلعبوا هيبقوا افضل لانهم هيبقوا اقوى من محمد علي بن رمضان لانه ما بيعرفش يدافع. فهي دي المعضله هتبقى عند النادي الاهلي. اما الحته الدفاعيه بتاعت نادي الترجي اقول لك
وبشرك بيها دي، ان عندها مشكله في حته السرعات عند حمدي النجاس وعند عبد القادر البدران وعند خليل شمام اللي هو سنه كبر قوي. وانا اتفق معاك مع كابتن عادل وكابتن شريف ان خطوره التراجي دايما موجوده في الاطراف في الاثنين اللي تحت المهاجم. نروح لتونس ونشوف زميلنا فاروق صلاح، ومعانا دلوقتي لقاء ايضا مع الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. انا بسمي دايما الاستاذ طارق انديل وش السعد، ربنا ان شاء الله يجعل وشه سعد كده في المباراه القادمه. برحب بك يا فاروق وبرحب بالاستاذ طارق انديل. طبعا في البدايه كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، وكل التحيه لكباتننا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل عبد الرحمن. يعني وانا بسمع كلام الكابتن عادل والكابتن شريف طبعا بنستمتع بتحليل الكابتن عادل والكابتن شريف عبد المنعم، اللي واضح ان هم يعني عارفين كل كبيره وصغيره. وابرز الامور اللي اتكلم فيها الكابتن عادل واللي حضرتك اتكلمت فيها برضه يا كابتن اسامه هي ابرز النقاط اللي الحديث المستمر عنها هنا في اجواء تونس والقريبين من الاحداث من معسكر فريق التونسي. يعني انا معايا في هذه الاثناء الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن اسامه في البدايه بيقول انا بعتبر الاستاذ طارق انديل وش السعد، وبقول لك يا استاذ طارق يا وش السعد. طبعا وش السعد جمهور النادي الاهلي كله يا كابتن اسامه. زي كابتن اسامه وتحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن شريف عبد المنعم وكابتن عادل. الحمد لله الأجواء هنا كويسة، استقبال زي ما حضرتك عرفتوا امبارح استقبال رائع من رئيس نادي الترجي، وسيادة السفير إيهاب عامل شغل برضه هين معانا الحمد لله. وبدأ النهارده الفريق أول تدريب ليه، فالدنيا الحمد لله اللي بيتبقى زي ما دايما بنقول مباراة 90 دقيقة، توفيق ربنا إن شاء الله لينا إن شاء الله في الماتش ده وفي لقاء العودة إن شاء الله. استاذ طارق حضرتك قريب من الاحداث، اجتماعات مستمره مع الكابتن محمود الخطيب اللي يعني اعتقد وجوده بصفه مستمره مع اللاعبين في اغلب المباريات بيدي رساله وحافز كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. طبعا يعني دي الحمد لله متعودين عليها مع يعني قبل ما نيجي كابتن محمود كان يعني الام الظهر شويه، ومع ذلك برضه كالعاده ضرب بنصائح الاطباء عرض الحائط وجه السفر، لان قبلها كان في سفريه مرهقه قوي جنوب افريقيا وقطر. فتواجده طبعا بيدي حافز اللاعبين غير طبيعي، وفي نفس الوقت الحمد لله بخبرته الكبيره وكاسطوره في كره القدم والعمل الاداري الحمد لله بيطفي على الجو نفسه في دايما بسميه المعسكر. يعني مهما يكون قاعدين في فندق سواء في اجراءات او اللي هي فقاعه او غيره، انما النادي الاهلي الحمد لله اتعود ان احنا متواجدين في معسكر. وفي النهاية برضو بنقول إن توفيق ربنا إن شاء الله يكون معانا ونقدر إن شاء الله نتجاوز الماتش الجاي إن شاء الله. أستاذ طارق يعني خلال تواجد حضرتك المستمر مع الكابتن الخطيب، إيه أكتر ما يشغل بال الكابتن الخطيب في هذه الفترة في الفترات السابقة؟ طبعا حلم وطموح البطولة طموح مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي وكل مسؤولي النادي الأهلي. يعني من يوم ما دخلنا مجلس الإدارة واللي بيشغل كابتن بال كابتن محمود الخطيب هو النادي الأهلي دايما يبقى رقم واحد في كل حاجة، في انضباطه في أخلاقياته في مبادئه، في نفس الوقت في بطولاته اللي هي دايما الهم الشاغل لجمهور النادي الأهلي. ودايما كابتن محمود الخطيب عنده جمهور النادي الأهلي له الأهمية القصوى اللي هو اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا كلنا، فدايما شاغل باله بكده، والنادي الأهلي دايما في المكان اللي هو يستحقها واللي هي الريادة دايما في كل حاجة الحمد لله في منظومته وفي ألعابه وفي فرقه كلها الرياضية. طارق بيه انا عارف ان يعني بذلتوا مجهود كبير جدا، ودور ايضا الكابتن سمير عادل والكابتن سعد عبد الحفيظ واختيار الفندق اللي يعني في احد الاماكن والمناطق الهادئه جدا اللي بيدي نوع من الهدوء والتركيز اكتر للاعبين. الحمد لله هي يعني برضو زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هي قعدت النادي الاهلي في سفره كله، يعني لعيبه الحمد لله على قدر عالي جدا من الانضباط، جهاز فني نفس الحكايه اللي بيكونوا وكل افراد البعثه بيكون كده، وطبعا على راسها القائد وكابتن محمود الخطيب، فبالتالي دايما ده بيدي للمعسكر طابع خاص ان احنا عندنا جايين لهدف معين ربنا يوفقنا ان شاء الله لتحقيقه، ويعني سواء المباراه اللي هنا او ان شاء الله اما نرجع القاهره مباراه العوده ان شاء الله. لو عايز تقول رساله للاعب النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه وتقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ طبعا رساله لعيبه النادي الاهلي هي الرساله دايما موجوده من كابتن محمود الخطيب ومن كل القائمين على الفرقه
عندنا ثقة كمجلس إدارة فيهم وفي اللاعبين، وإن هم دايما الحمد لله على قدر مسؤوليتهم، عارفين قيمة تيشيرت النادي الأهلي. فكل واحد يقول إن هو يعني استمروا على كده، معرفتكم قيمة الفانيلا بتاعت النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي طبعا يعني الأعظم في 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 العالم، يعني جمهور النادي الأهلي ده دايما هو المساند والصرح الكبير قوي اللي موجود لينا كلنا. فيا رب ان شاء الله تكمل على خير ويحالفنا التوفيق. كنت بس يعني زلي كلمه كابتن اسامه، النهارده كان في يعني كان في مجموعه من اخواننا في السفاره المصريه وكده، ففي ناس كانوا قاعدين كانوا بيمتدحوا جدا على حلقات رمضان الرائعه اللي هي رد جميل، فكانوا عمالين يعني يتكلموا بطريقه جميله جدا على السبق اللي حصل ده في شهر رمضان. بهنيه عليه طبعا، وبقول الحمد لله كان حديث الناس النهارده هنا. الكابتن شريف عبد المنعم يعني بيرحب فاروق، ويعني واشكر الناس اللي اتكلمت عن برنامج رد الجميل اللي كان في رمضان. ورد الجميل ليه هو كمان وعايزين نرد له الجميل كمان على مجهوده الكبير يعني مع النادي الاهلي. نقول له الف سلامه وكان تمام. الكابتن اسامه مبدئيا بشكر حضرتك على يعني كلام حضرتك واشاده الكثير من الناس، وكابتن شريف عبد المنعم بقول لحضرتك انت كمان ليك رد الجميل في دورك مع الفريق ومع البعثه خلال السفريات اللي فاتت، وايضا الكابتن عادل عبد الرحمن بقول لك الحمد لله على السلامه والف سلامه. الله يسلمكم، وتحياتي الكابتن شريف طبعا وكابتن عادل يعني كباتنا الكبار في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت كل الجميل بيبقى يعني احنا اللي مدينين للنادي الاهلي بيه، فالحمد لله اي حد فينا في اي سفر او خلاف او اي مجهود بنعمله جوه النادي الاهلي هو بيبقى زياده او بيضفي على اسمائنا، مش يعني بيضيف لنا رصيد ما بياخدش منه، انما النادي الاهلي هو اللي دايما له الجميل الاعظم علينا كلنا. يعني طارق بتتكلم مش بلسان المسؤول، بتتكلم بلسان العاشق والمحب، ده نفس الكلام اللي بنشوفه من كباتننا سواء الكابتن شريف، الكابتن اسامه، الكابتن عادل عبد الرحمن، كل الكباتن بيتكلموا بلسان العاشق والمحب، مش مجرد ان انا لعبت في النادي الاهلي او ان انا كنت مسؤول في النادي الاهلي. الحمد لله هي دي روعه النادي الاهلي، وهو ده اللي فارق النادي الاهلي الحمد لله في كل تاريخه على ثوابته دي، ان النادي الاهلي هو ليه زي المقوله دايما اللي بنقولها، الاهلي مش شعار، والله الاهلي فوق الجميع، والاهلي فوق اي اسم من اسامينا، الاهلي هو اللي بيدينا كلنا، هو النادي الاهلي هو الكبير قوي قوي قوي، وكلنا نتمنى اي حد يتمنى ان يكون دايما في خدمه الصرح الكبير قوي، ودايما الاهلي كبير بجماهيره في كل انحاء العالم. شكرك يا ستار والتوفيق دايما. شكرا فندم. شكرا كابتن اسامه، اعتقد كلام من القلب وكلام يعني يلمس نبض الجمهور، الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع، الاهلي هو الكبير، والنادي الاهلي كلنا مدينين للنادي الاهلي. ده كان لقاءنا مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراته الاولى ان شاء الله في مباراه الذهاب امام فريق الترجي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن اسامه ولضيوفك الكرام. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، وايضا بنشكر يعني وش السعد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في الحديث عن مباراة الأهلي والترجي، ولكن بعد الفاصل. رفع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الجميع لمواصلة المشوار بنجاح نحو العاشرة، ويظل وجود الرمز والأسطورة محمود الخطيب مع الفريق في كل المباريات الصعبة علامة فارقة لجميع اللاعبين والجهاز الفني، لا سيما أن رئيس مجلس إدارة الأهلي لا يتوقف عن دعم الفريق، وهو ما كان له مفعول السحر في العديد من البطولات والإنجازات، حيث يدرك الجميع قيمته لتبقى كلماته ونصائحه لها مردود السحر عليهم، مع تذليله لكافة العقبات التي تواجه الفريق سعيا نحو حصد مزيد من البطولات. الفريق خاض مرانه الأول في تونس في 5:30 مساء اليوم على الملعب الفرعي الجديد لاستاد رادس، حيث وصلت البعثة تونس مساء الثلاثاء ب23 لاعبا،
لينضم إليهم الثلاثي علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، حيث فضل الجهاز الفني انضمامهم للبعثة في تونس مباشرة بدلا من العودة للقاهرة ثم السفر لتونس. واطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين على رأسهم محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، في حين خضع أكرم توفيق لفحص طبي قبل بداية المران للاطمئنان عليه. بيتسو موسيماني وجهازه المعاون عكفوا على دراسة الترجي بشكل كامل من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة وبدء تنفيذها في التدريبات لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السبت المقبل تساعد بطل القرن الإفريقي على حسم التأهل للمباراة النهائية في لقاء العودة. كابتن شريف، اللقاء القادم ايه الحاجة اللي موسيماني يعمل لها ألف حساب قدام الترجي؟ حاجات كتير جدا يعني. ايه هو دراسته لفرقة الترجي باللعيبة، بتحركات اللعيبة، بشكل ايه الشكل اللي هو هيقدر يواكب اسماء الترجي في التحركات بتاعتها في الانطلاقات، زي ما انا قلت لك محمد النقاز مثلا ده شق لوحده، ده ناقل الحركة الاول بالنسبة لفريق الترجي، وواضح في كل مباراة هو اللي بيعمل العرضيات بتاعت العرضيات والمشاوير، بيعملها من اي حته، مش لازم يوصل لغايه الخط وبعدين يعملها. زي ما هيعمل حساب حمدي النقاز في موضوع الهجوم هيعمل حساب هجومه من ناحيه حمدي النقاز في نفس الوقت. يعني برضو حمدي النقاز لما بيطلع بتبقى عندي فجوه كبيره جدا، انا اقدر انا منها اشكل خطوره جامده جدا واعور فرقه الترجي من المنطقه دي. واعتقد ان حصلت قبل كده كتير قوي، ان حسين الشحات كان ليه تفوق هنا في مصر على النقاز في مباريات سابقه، وبيعرف يتعامل معاه كويس قوي وليدنج عليه، يعني زي ما بنقول عنده كعبه عالي عليه كمان، وبيقراه كويس وعنده من الحرفيه ازاي يتعامل مع النقاز. يعني يمكن مش هيلعب ناحيته حمدي النقاز، انما حسين الشحات مثلا، يعني ده انا بديك مثلا. يعني الناحيه الثانيه نفس الشكل بالنسبه للانطلاقات، الناحيه الشمال من الياس اللي هو ناحيه الشمال ده عارف طبعا من صار موسيماني من الشكل اللي احنا اتفرجنا عليه في مصر هنا قد ايه الانطلاقات بتاعت الهوني وبتاعت انيس البدري. انيس البدري ده فرقه لوحده، بس لما بيبقى في حالته زي ما كنت بتكلم انا وعادل، اما بيبقى في حالته او زي زمان كان قوي كان اقوى من كده بكتير. انما هو لازم برضو يبقى حاله التركيز بتاعت اللعيبه بتاعتنا حاله تركيز 100 100. في لعيبه عندهم هم يقدروا، عندهم الحرفيه يقدروا يشوطوا، يقدروا يعملوا عرضيات كويسه جدا، يقدروا يتحركوا عندك في منطقه الجزاء. فحالة التركيز القصوى اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه للديفندر بتاعي، احنا برضو لازم يكون عندنا حسابات في انا ما اعرفش اذا كان علي معلول هيبتدي ولا ايمن اشرف، ما اعرفش التشكيل بتاعنا لسه، التشكيل مع موسيماني حدش يعرف التشكيل الاهلي ده الشكل اللي انت بتسالني على مستر موسيماني هيتعامل ازاي باللعيبه بالافراد بتوعه، اللي انا بتمنى ان هم لغايه يوم المباراه يكون الحاله البدنيه بتاعتهم والاستشفاء بتاعهم هو ده اللي يخلينا نقدر نبقى قاعدين مطمنين ان في 90 دقيقه سوبر رانن في الملعب من اللعيبه. ما فيش حد بيجي عند زي التمرين اللي انا شايفه ده بيجي بعد تلت ساعه بعد ربع ساعه بيشتكي من اي اصابه، لان اول حاجه احنا بنسال ليها اللعيبه قبل ما نبتدي المباريات، انتوا مين حد حاسس بحاجه في اي حاجه في اصابه زي قفشه دلوقتي خلاص خلصت خالص؟ مين هيلعب عندنا زي ما انت بتكلمني كنا على الباك رايت، مين الحاجات دي التجهيزات بتاعت مصطفى موسيماني اللي هي شغلها دلوقتي ازاي دخل الناس انفورم في الحاجات اللي هو دارس بيها فرقه الترجي. الترجي انا هقول للناس اللي الناس كلها شايفينه فرقه محترمه جدا طبعًا بتلعب كوره، وانا ادام انا بلعب قدام فرقه بتلعب كوره يا كابتن اسامه انا بطمن. يعني ما بلعبش ورا، مفيش فرقه بتبقى واقفه بتلعبك باسلوب اجريسيف باسلوب داشنج كل اللي انت بتتكلم فيه، حته الجمهور اللي هيبقى موجود هيدي حماس كتير قوي لفرقة الترجي. بس اللي انا عايز اطمنك عليه ان تونس مليانه اهلاويه، وحصل لنا قبل كده لقينا مدرج بحاله من تونس كامل في كل مكان. ناس عايشه هناك في تونس ومصريين واهلاويه، فهتلاقي نفس الشكل. اذا كنت انت بتتكلم على جماهير هتلاقي جماهير اهلاويه كتير جدا، ده غير المساندات اللي بتبقى موجوده والشرح الدائم اللي من هنا لمستر موسيماني لسيد عبد الحفيظ لجميع الاجهزه الاداريه والدعم اللي احنا بنتكلم عنه. كل ده اللعيبه مش محتاجه اكتر من انك انت رايح تتمرن تقفل على نفسك وتشوف التمرين اللي بعد كده تسمع المحاضرات اللي شكلها ده هيدخلك انفورم.
عايز تتفرج على كرة اديك شايف بطوله اوروبا شغاله، بتشوف تاكتكس شغاله عامل ازاي، بتواكب الامكانيات اللي انت بتتفرج عليها من الفرق الكبيره اللي انت شايفها دي كلها على امكانياتك انت. كل انا دايما زمان كنت في لعيب احب اتفرج عليه عايز اقلده او عايز احس ان هو شبهي في الملعب، هو بيلعب في امكانيات ملاعب ثانيه وما اعرفش، انا هنا بحاول ابقى ابجريد لنفسي. فاللعيبه وهي بتتفرج كده ممكن برضو المباراه دي تديها حماس معين وتديها شكل معين واداء معين يحسسهم بقيمه السيمي فاينل اللي هم فيه، اللي هو الفاينل اللي احنا انا بسميه فاينل مبكر طبعا. فبالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله. كابتن عادل، لو انت مكان موسيماني، محمد هاني بيغيب عن مباراه الترجي، مين اللاعب من وجهه نظر كابتن عادل عبد الرحمن اللي ممكن يعوض غياب محمد هاني في الحته اللي ناحيه اليمين دي؟ اولا انا اغير طريقه اللعب وهلعب بثلاثه، وده احتمال تتعمل يعني، بس العب بثلاثه، العب بياسر والعب برامي وبنون او ايمن اشرف لو علي معلول مش هيلعب، ولكن بتهيألي بيكهام ممكن يعوض حته. عندك بيكهام، عندك رامي ربيعه، عندك حسين الشحات لو هتلعب بثلاثه اربعه، عندك اكرم توفيق، عندك يعني ما انت ممكن تلعب ثلاثه اربعه، ثلاثه اربعه ثلاثه، ودي اقرب انك انت تعملها يعني علشان فرقه الترجي نفسها. بس افتكر انه الحاجات اللي عشان تعوض محمد هاني تعويضه سهل في المباريات الخارجيه، يمكن كمان ممكن تكون عندك يعني مش زي مصر، لان محمد هاني انا عاوز واحد بيدافع اكتر كمان، يمكن بيكام ممكن يكون بيدافع اكتر من هاني، ولكن هاني في تجربه ربيعه في ماتش تحب اللي كان عندنا بكرايت، انت كنت محمس يعني موسيماني ما عندوش مشكله، موسيماني عنده حلول كتير، انت كنت محمس الحكايه، عنده حلول كتيره في المكان عنده ده، عنده حلول كتيره يلعب. لكن تعالى بس انا عاوز اخدك لحته الترجي وقوه الترجي. عارف قوه الترجي عنده ثلاث حاجات في قوه الترجي بس، اولا المواقف الثابته بتاعته، الموقف الثابته بتاعته النقط اللي لازم موسيماني يخلي باله منها، لازم يخلي باله منها الكرات الثابته. خطورتها بقى في ايه؟ خطورتها في طلوع النجاس وكله بالي وانيس البدري والشت وخالد عبد الباسط، الكره بتتعمل على مرتين، تتعمل على البعيده وتترد، لازم لا تتعمل على القريبه. دي اول خطوره عند الترجي، يبقى الكرات الثابته، يبقى احنا لازم نقلل من الفاولات عند ال 18 ونقلل من حته القرانل شويه، ونلعب اللعب اللي هو الايه السيف سايد، اللي انت تلعب اللعب السهل، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه سرعه الاطراف، سرعه الاطراف في مين؟ في حمدي الهوني من ناحيه الشمال وانيس البدري، ولكن عبد الرؤوف بن غيز ده ديفندر كويس قوي، ده بيسهل للعيبه لمحمد علي بن رمضان انه ينطلق لقدام، كولوبالي بيقف جنب بالغيز، واحتمال شعلالي هو يلعب. أيوة ممكن صح. احتمال، ولكن لما تلعب النادي الاهلي هيلعب باثنين ديفندرات علشان يقف كولوبالي وهيقف عبد الرؤوف، ويدي حريه للاطراف انها تتحرك، وبيدي حريه للاطراف ويدي حريه لمحمد علي بن رمضان علشان يلعب. الحاجه الثالثه الخطوره بتاعتهم في مين؟ في خالد عبد الباسط، ولكن مع مين؟ مع محمد بن رمضان، اللي هو بيقدر يمسك الكرة ويلعب الكرة الأمامية، الكرة ال أنت عارف ما بيلعبوش أحيانا، يلعب على الأطراف كتير وبعدين مرة واحدة يعمل واحدة في القلب، واحدة طويلة، وبيعملوها كتير قوي. علشان كده أنا برجح إن أنت لو اتفرجت عليهم كويس واتفرجت على فيديوهاتهم كويس يبقى لازم تلعب بواحد ساقط شوية زي بدر بنون، لو عملتها أنا أفتكر إن أنت هتوقف كل الترجي وهتعمل معاه نتيجه كويسه. الحاجه الحلوه كمان انك انت تشتغل فيها مع الترجي، تشتغل في الاثنين القلب، عبد القادر بدران وخليل شمام. خليل شمام سنه كبير شويه، ممكن محمد علي يعقوب يكون موجود مكان خليل شمام، ولكن انا شايف انه هيلعب خليل شمام. ليه؟ لان خليل شمام من عنده الخبرات عاليه قوي، واليعقوبي كان اخر حاجه كان ما بيستخدموش كتير يعني، يمكن اخر مباراه لعب بشمام. الحاجه الثانيه المهمه حمدي النجاس، فرصه عندك كويسه قوي من حمدي النجاس. حمدي النجاس طوله ممكن الحاجات الصغيره، واديك فاكر انت حسين دي نقاط الضعف اللي ممكن نستغلها، دي الحاجات اللي طب قبل نقاط الضعف وقبل ما اروح للكابتن شريف عبد المنعم، تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح من تونس، ومعانا لقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، دوافع جديده وتحديات كتيره وبتواجه صعوبات كتير،
طمنا على حالة الفريق واخر استعدادات الفريق لمواجهة فريق الترجي في المباراة الاولى، مباراة الذهاب. الحمد لله، يمكن النهاردة الفريق كله موجود باكتمال العناصر اللي كانت موجودة في منتخبات بلادها زي بواليا وديانج وعلي معلول. جم امبارح بقيتوا مع الفرقة امبارح وكانوا موجودين من ليلة امبارح يعني، لكن يمكن بوالي هو اللي مشارك معنا في التدريبات. ديانج وعلي معلول كان عندهم مباراه الاثنين مع بعض امبارح، تونس كانت بتلعب مالي هنا في تونس يعني، فالراجل فضل ان هم المدير الفني فضل ان هو ياخدوا الريكفري بتاعهم يبقى في الاوتيل مع واحد من الجهاز يعني. لكن الحمد لله الامور كلها اكتملت دلوقتي يعني، يبقى بس ان شاء الله الرحمن يبقى الثلاث ايام اللي جايين عندنا تمرين هنا في نفس الملعب، وبعدين تمرين يوم الجمعه على استاد اساسي رادس، ويوم السبت المباراة يعني. إن شاء الرحمن بإذن الله يكون استعدادنا كويس، تحضيرنا إن شاء الرحمن نكون عاملينه بشكل كويس، تركيزنا إن شاء الرحمن يكون موجود معانا، ما يغيبش عنا لحظة واحدة، ما يغيبش عننا التركيز في المباراة خالص يعني. إن شاء الرحمن تفاصيل المباراة تبقى لصالحنا مش علينا يعني. كابتن سيد، الموسم الماضي أو البطولة الماضية كانت مرحلة استعادة اللقب، السنة دي أصعب إن أنا بحافظ على اللقب، لكن ده دايما هو قدر النادي الأهلي. بص، هي مباراة كبيرة وبطولات كبيرة يعني، لازم تفصل دايما ما بين كل مرحلة والتانية وما بين كل مباراة والتانية يعني. فإن شاء الله نخش المباراة بتركيز عالي جدا يعني، التركيز زي ما قلت لك من دقيقة واحدة ما يخيبش عنك لحظة واحدة، لأن هي مباراة كبيرة كده، تفصيلة صغيرة تدي لك الأفضلية والعكس صحيح يعني. إن شاء الله الرحمن يبقى معانا التركيز ده والتوفيق يبقى حليفنا إن شاء الله الرحمن، ونرجع بنتيجة تساعدنا في مباراة العودة إن شاء الله. كابتن سيد، مباراة الترجي بالتحديد مباراة ما بتتحسمش من 90 دقيقة الأولى، عشتها كلاعب وعشتها كمدرب. في 2001 شفنا المباراة الأولى مباراة الذهاب والحسم كان في مباراة العودة، أيضا 2012 كان الحسم في مباراة العودة، مباراة ما تحسمش في 90 دقيقة. ما أكيد الحسم بيبقى في مباراة العودة بالتأكيد يعني، وضع طبيعي لأن المباراة رايح جاي ذهاب وإياب يعني، لكن خليني أقول لك يعني دايما يعني الحاجات اللي زي كده والمباريات الكبيرة اللي زي كده يعني حالة التركيز بتبقى عندك عالية من البداية، مش من بداية اللقاء بس، من التحضيرات يعني. اثنين، ان الشخصية بتفرق في المباراة الكبيرة اللي زي كده، الشخصية المتواجدة داخل المباراة، الشخصية اللي هي بتبقى يعني دايما موجودة في اثناء الجيم، ايا كانت احداث الجيم انت شخصيتك موجودة وثابتة يعني، ولازم تبقى عارف كويس جدا يعني ان هي تفصيلة زي ما انا قلت صغيرة ممكن تساعد ان انت تسجل وتتفوق، وبالتالي الامر بيبقى اسهل لك يعني بتبقى الدنيا بالنسبه لك يعني مساحتها هتبقى موجوده يعني. لكن برضو ارجع اقول يعني حاله التركيز ما تبقاش تقلب لتنشنه ولا عصبيه، احنا من جوه هنا نكون هاديين جدا لكن متحمسين جدا يعني، مركزين جدا لكن جوانا هاديين، ما يبقاش فيه توتر ولا عصبيه ولا اي نوع من التنشنه يعني. كابتن سيد، وجود اللاعبين مش ده الفريق اللي كان واخد البطوله او واخد السوبر الافريقي، بعد مباراه صن داونز والصعود قلت اللاعبين عندنا بطوله عايزين نستعيدها اللي هي السوبر الافريقي، النهارده تقول ايه للاعبين وانت بتحافظ على اللقب؟ بص، هي الكوره كل يوم بجديد، كل يوم بجديد، عايز تكتب تاريخ وتحقق اهدافك وتحقق مستوى انت عايز توصل له وتامل ان انت توصل له. امبارح بتاع امبارح خلاص بتقفله بكل ما فيه يعني، لا هتقلبها دراما على طول ولا هتقلبها يعني كوميدي على طول، اكيد يعني في على حسب الحاله اللي انت بتعيشها يعني، لكن التحضير ليها وقت. تفتكر ان انت كل ما يعني ما بتاخد خطوه الاستعداد اللي قدامك بيقل، بالعكس الاستعداد اللي قدامك بتزيد يعني، الصعوبه بتزيد اكتر يعني، لان مهم جدا ان انت تحافظ على اسمك ومهم تحافظ على مكانتك يعني، فمش هتيجي غير بالشغل يعني. اي حاجه في الدنيا كلها نجاحها ومردودها واكبر دليل ترد عليه او اكبر حاجه ممكن ترد على اي حد في الدنيا كلها هو نجاحك في شغلك يعني. كابتن سيد، وجود الكابتن محمود الخطيب في اغلب الظروف واصعب المواقف، تقدر وجوده بيدي رساله مهمه جدا للاعبين؟ اكيد يعني، انت بتتكلم في مباراه كبيره وخصوصا كمان لما تروح للسيمي فاينل يعني، فاهميه اللقاء واهميه البطوله في نفس الوقت يعني. اخيرا تقولي لكل جماهير النادي الاهلي ولو هتوجه رساله من خلال قناه النادي الاهلي للاعبين تقول لهم ايه؟ اقول ان شاء الله ما نبخلش بلحظه عرق او لحظه جهد واحده في سبيل ان احنا نحقق حاجه كويسه ان شاء الله، ده وعد ان شاء الله يعني، المفروض اللي بقى واصل للناس كلها والناس كلها عارفه يعني، لازم تبقى تتعب جدا جدا جدا، لازم تبقى عارف كويس ان الامر مش سهل، الامر صعب يعني، انت بتلعب بطوله افريقيه، بطوله فيها الاهلي والترجي، يمكن على المشهد الاخير او الاربع سنين اللي فاتوا يعني 2017 موجود في الفاينل الاهلي والوداد، 2018 الاهلي والترجي في الفاينل، 2019 كان موجود الترجي والوداد، و2020 الاهلي والزمالك، فانت بتتكلم على اصل اربع بطولات ختاميه ولا حاجه الاهلي فيهم موجود فيهم في ثلاثه فاينل منهم 2017 و2018 و2020 تمام، فالترجي في اصل اربع نهائيات
كان موجود في اثنين، موجود في 2018 وموجود في اسف موجود في 2018 او 2019. فانت بتتكلم على قوه مباراه كبيره جدا جدا جدا. فان شاء الله الرحمن باذن الله المباراه هتبقى عاليه وقويه ومهمه جدا وكل حاجه، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله باذن الله تعالى نكون تركيزنا فيها عالي وكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى معانا ان شاء الله. كابتن سعد عبد الحفيظ هو هو لهجه الكلام والدوافع سواء في مباراه دور المجموعات، سواء في دور الثمانيه، سواء في الدور قبل النهائي، حتى وانت واخد بطوله دوافعك هي هي، وقريب جدا من نبض الجمهور وبتحس بالجمهور وايضا قريب من اللاعبين. بص يعني الواحد يعني عايز يقول بس في الحياه عامه يعني كل يوم زي ما فيها يعني اصول وثوابت ومبادئ كمان فيها متغيرات كتيره يعني. فمهم جدا جدا ان انت عشان تنجح لازم تشتغل، يعني عشان تنجح لازم تشتغل، لازم تشتغل تشوف تبقى دايما باصص لقدام، باصص للخطوه اللي جايه، باصص لاهميه المرحله يعني. يعني امبارح تاريخ حلو اتعمل والناس بتفرح بيه وبتبقى سعيده بيه كمان، لكن بكره ده مهم جدا الناس تفكر فيها. تنسى البطوله بسرعه يا كابتن سيد وبتفكر في الجديده. بص هي شخصيه الاهلي، يعني شخصيه الاهلي من زمان جدا، هو اللي ما كانش وصل اللي هو وصل له يعني. صح. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. اعتقد كلام طالع من القلب، من قلب الكابتن سيد عبد الحفيظ لكل جمهور النادي الاهلي. طمنا من خلاله على حاله اللاعبين، اطمنا على كل الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي، وايضا وجود الكابتن محمود الخطيب. يتبقى ان شاء الله توفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي امام الترجي، ان شاء الله تبقى مباراه مهمه وخطوه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي في الحفاظ على اللقب بمشيئه الله. بشكر زميلنا فاروق صلاح، ما شاء الله عامل تغطيه مميزه جدا، يعني كل جمهور النادي الاهلي كانه موجود في تونس بالظبط. وبشكر ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بنتمنى له ان شاء الله هو وكل اللعيبه والجهاز الفني كل التوفيق في مباراه السبت. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. سؤال حلقتنا النهارده اللي يعني في مشاركه كبيره من جمهور النادي الاهلي معانا، من اللاعب اللي عوض غياب محمد هاني في لقاء الترجي؟ عندنا هنا يعني بعتوا لنا كتير من جمهور النادي الاهلي وشاركونا يعني وقاموا بدور موسيماني بقى جمهور النادي الاهلي. هنبتدي معانا بمستر محمد علي، بيقول رامي ربيعه، رامي ربيعه ممكن يكون موجود مكان محمد هاني. منى ربيع بتقول اكرم توفيق. جي سويما بيقول احمد رمضان بيكهام، يعني عندنا رامي ربيعه واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام. فتح سعيد بيقول اكرم توفيق. شهد اكرم توفيق. ابو يوسف اكرم توفيق. عبد الله اكرم او رامي. ماجد اكرم توفيق. سيد حسين الشحات بعد كده بيكهام، بعد كده بيكهام. رضوان بيقول اكرم توفيق. زياد بيقول اكرم توفيق. شهد بيقول اكرم توفيق. ابو يوسف اكرم توفيق. فادي احمد رمضان بيكهام. واحمد اشرف بيقول اكرم توفيق. في اختلاف بين جمهور الاهلي، عندنا مين؟ اكرم توفيق، احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعه. اللي يعرف مين الوحيد اللي هيلعب مكان محمد هاني هو ميدسو. مين يا كابتن شريف؟ موسيماني. كابتن شريف، واحنا كابتن عادل كان قبل الفصل بيتكلم عن نقاط القوه في فريق الترجي، عنده اطوال، كرات الثابته مهمه، عنده اللعيبه اللي بتلعب تحت المهاجم. نقاط الضعف بقى فريق الترجي اللي ممكن النادي الاهلي يستغلها. نقاط الضعف لو ضغطت على فرقه الترجي بيفقدوا الكوره، اي لاعب في شمال افريقيا بتضغط عليه ما عندوش حلول، لان هو متعود ان هو هيبقى مطالب منه بالشكل الهجومي فقط في هذه المباراه. كل كوره انت بتضغط عليه وبتفقده الكوره، كل كوره خطوطك بتبقى قريبه من بعض ومفيش ميز باص ليك، هو ده نقاط الضعف اللي حبان فيهم. هم متعودين انك انت هترجع لغايه نص ملعبك مثلا وتوصله نص ملعبك. انت لو عملت كده يعني اعتقد ان انت بتسهل عليه المأموريه شويه، انما انت لو عندك خطوطك في الاجناب وحاطط لهم لاعبين ما يفكرش ان هو يعدي نص ملعب سهل كده، ما يفكرش انه يعمل زي ما انتم بتقولوا الضربه الثابته، لا الضربه الثابته دي ممكن يوصل لغايه نص الملعب ويعمل لك الكور اللي هي متشعلقه في نص ملعبك الناحيه الثانيه او عند منطقه جزائك. فانت عمليه الضغط بتاعتك يا كابتن اسامه هي دي اللي بتظهر نقاط الضعف اللي فيهم، ما بيلاقوا حاجه شكل ثاني. هو داخل على متوقع ان هو هتبقى الحياه ان انت بتعمل ديفندر وبتعمل توازن دفاعي هجومي معاه، لا انت لازم انت في الحاله بتاعت لعيبه شمال افريقيا او بالترجي بالذات انك انت تبقى اجاليتي معاه.
تاخد المبادرة منه، مبادرة ووجودك في الملعب كله، انتشارك في الملعب كله، تفرد شخصيتك، ما تفرد شخصيتك معاه، ما تسيبوش يستلم الكرة سهل. هو ده نقاط الضعف اللي هتبان. ودايما احنا دائما وابدا لما بنبقى بنلعب ضد الترجي وبنلعب في رادس خصوصا بيكون لنا وجود في امتى؟ لما بنلعب مباراه مفتوحه وبنعمل على ضاغطين وبنروح بنلعب باطرافنا وبنعمل عرضياتنا وبنحرز اهداف، وكان لنا دايما التفوق يمكن 70 30 نسبه الاستحواذ عندنا احنا، ونسبه الفوز كمان بتبقى خارج ارضنا. ياما تعادلنا 2 2 وكسبنا في رادس، ياما تعادلنا 1 1 وكسبنا في رادس، ياما خدنا بطوله من الصفاقسي في تونس، خدت بالك؟ ياما كان لنا الشكل والتفوق في حاله الضغط. فانت في حاله الضغط على فريق الترجي اعتقد انك بتفقده نص لعبه، ان هو يستلم سهل واللعيبه اللي عنده اللي هي تبقى كل اللي قال عليه عادل جميع القوى الضربه بتاعته فيها، انك انت يستلم سهل ويتلفت ويجي لك، ممنوع لعيب يبقى بوشه يتلفت ويجي لك على طول وشه لملعبه هو. فهي انا بعتقد ان التركيز بتاع الشكل الدفاعي بتاعنا وضغط الخطوط مع بعض، يعني مفتاح النادي الاهلي في المباراه هو الضغط، ضغط على شمال افريقيا عموما، انا ما بتكلمش بس على الترجي، حتى ان شاء الله باذن الله نبقى في الفاينل مع الوداد لو الوداد وصل نفس الشكل، وده اللي احنا عملناه فيه السنه اللي فاتت. انت لما بتخش وبتضغط بيفقد الكوره، بيكون لك انت السطر، بيكون لك انت الحماس، بيكون لك انت الرياده، بيكون لك انت النفسيه، تلعب احسن، بتجيب جول، بكره بتتنقل، انت الاهدى، انت اللي مش مطلوب منك اي حاجه غير انك انت ما تتغلبش، ترجع بنتيجة إيجابية تكمل بيها إن شاء الله. يعني لما بتجيب هدف خارج أرضك كمان، أيوة هي دي النقطة، ده المفتاح، يبقى أنت كده ده يعني 60% من أيوة هدف من الوصول خارج ملعبك إن شاء الله للفاينل. عندك المفهوم ده، عندك التصويب، يعني أنا معلش مش عايز أكتر غير أنا يبقى عندي مفهوم التصويب بقى، الملعب يديك روح إنك تعمل أي حاجة، تباصي، تلعب عرضيات، زي ما عادل قال على الضربات الثابته، احنا كمان الضربات الثابته نستغلها كويس جدا، احنا ياما كسبنا ماتشات زي دي بضربات ثابته بتاكتكس. يعني انا شفت موسيماني عنده من الكورنر تاكتكس، عنده من الضربات الثابته تاكتكس، يعني احنا زي ما احنا بيتعمل او زي ما احنا بيتقال على الفرق الثانيه، احنا نملك جميع الامكانيات دي وجميع الفرديات دي وجميع ترجمه. خلاص النادي الاهلي بقى عالمي، يبقى لازم يبقى موجود في 18 الخصم، لازم يبقى موجود في لحظه التهديف، لازم الحاله اللي حصلت لمحمد شريف، الاستلام واللفه اللي شفناها في الفاينل بتاع الكاس الافريقي السوبر، الفرديات دي عايز اشوفها ان شاء الله لو مجدي قفشه لعب وكده، الفرديات دي عايز اشوفها، الحاله التبادليه، الثقه في التصويب على المرمى، هز زعزعه الثقه في الفريق اللي قدامك. وانا باخد منك يا كابتن شريف نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها، حته انك تجيب هدف خارج ملعبك دي يعني بتمثل قوه كبيره ليك علشان ماتش العوده. كابتن عادل احنا اتكلمنا كتير عن الفنيات، عن نقاط الضعف ونقاط القوه في فريق الترجي، لكن يتبقى شيء مهم جدا هو التحضير النفسي لهذا اللقاء. بس خلي بالك الناس كتير قوي بيتكلموا ان الترجي مش الترجي بتاع زمان، يبقى الترجي هو الترجي. لك لا خليني اكمل لك دي يا كابتن اسامه، لكن الترجي في التصاعد في الفتره التصاعديه بتاعته بقى خطر جدا عن الاول، عشان كده بقول لك الناس فاهمه ان المباراه سهله، المباراه صعبه للغايه. الترجي بقت فرقه قويه، رجعت زي الاول، عندها حماس قوي جدا، متحمسين طول الوقت. النادي الاهلي الحته اللي هي بنتكلم عليها، حته انه يجيب هدف بره خارج ملعبه، بدي فيها خطوره في البدايه، انت بتلعب لحد ما تشوف الترجي واصل لايه. فدي مشكله كبيره جدا، ان الناس ما تفتكرش ان المباراه سهله. لا طبعا انا بقول لك المباراه صعبه، وصعبه جدا، وعايزه عرق جامد، عايزه قوه، عايزه اللعيبه تبقى مركزه ال 90 دقيقه. انا بقول ان النتيجه الايجابيه بتاعتك انك انت ما تتغلبش باي حال نتيجة تقدر تساعدك في المباراه. يعني مش لازم تبقى واحد واحد، لكن ما تتغلبش خالص، لو ما اتغلبتش هتقدر تعمل نتيجه كويسه. عندهم فرص هايله، ولكن الاعداد النفسي اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن اسامه انا شايف انه ماشي بصوره كويسه. يمكن احنا اتكلمنا اول الحلقه من اول اعداد النفسي لما كابتن محمود بيروح معاهم في بدايه انه رئيس بعثه، ودي حاجه كويسه، دي بيسهل على المدرب حاجات كتيره قوي في الحماس. يعني يمكن دي البدايه، ده المفتاح اللي ممكن يدخل عليها اي مدرب. انا لو مدرب وحصل معايا دي، انا المفتاح بتاع اللي اخش على اللعيبه بيه اللي هو الناحيه النفسيه، ان رئيس نادي معاكوا، انتوا ناس بنلعب على قبل نهائي افريقيا، في
حماس كتير، ولكن في شق تاني اخر انك الحماس ما توصلوش للخوف. أيوه. فاكيد هم شغالين عليه كويس. ويمكن النادي الاهلي خلاص وصل لدرجه انه بيلعب اي مباراه بتبقى فيها صعوبه. يا كابتن اسامه، انت اي فرقه حتى لو كانت قليله في الوقت الحالي وبتلعب النادي الاهلي فبتعلى قوي وبتزيد قوي وبتموت نفسها قوي يا كابتن اسامه، فدي مهمه قوي. وانا بتمنى ان شاء الله يعني ان اليوم ده يبقى يوم النادي الاهلي، اللعيبه تبقى في حالتها، في دايما واحنا بنتكلم بلغه الكوره كده ان الكوره تبقى ماشيه معاها. اتمنى اليوم ده يبقى فيه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كابتن شريف، حلقتنا انتهت بسرعه. كابتن عادل بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا كابتن شريف. نشكرك. وليه كلمه نهائيه بس. احنا اتفرجنا على ترجي هنا في مصر واتفرجنا عليه مع نادي الزمالك في تونس. النادي الاهلي قادر جدا ان يعمل نتيجه ايجابيه جدا، ان ما كانش ان ممكن يفوز في تونس. وانا بقول الكلام ده للاعيبتنا دعم، وزي ما قال عادل كده بندي ثقه اكتر للعيبه الحقيقه في امكانياتها. انتوا قادرين باذن الله انك انتوا تعدوا المباراه دي من هناك، مش من استنى ان نشوف النتيجه هنا في مصر. وانا عندي ثقه في اللعيبه باذن الله، وبالتوفيق وكل البعثه ترجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسامه. واقول كلمه اخيره اللي هي المباريات دي بتلعب تكسب وليس تلعب. وانا اتفق معاك ان اهم حاجه التفاصيل البسيطه المهمه الصغيره بتكون في اللقاء. وزي ما الكابتن عادل قال المباريات دي يعني ازاي اكسبها، مش زي ان انا يبقى شكلي فيها جمالي. بشكر ضيوف اللي كانوا مشرفيني ومنورين النهارده في التغطيه الخاصه عن كواليس بعثه النادي الاهلي واللقاء المرتقب بين الاهلي والترجي. بشكر الكابتن شريف عبد المنعم وايضا الكابتن عادل عبد الرحمن. كل الدعوات وكل الامنيات وكل التوفيق لاعبي النادي الاهلي. ما شاء الله عندنا جيل محترم جدا جدا جدا، يعني قادر انه يصنع تاريخ لنفسه وللنادي الاهلي، تاريخ كبير. كل التوفيق مره اخرى للاعبي النادي الاهلي. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في التغطيه الخاصه للقاء الاهلي والترجي يوم السبت القادم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا والى اللقاء.